يا جماعه الجماعه ديل جابوا لكم كلينكيت كلينكيت سناي دوشكا قناصه. طبعا الناس دي اللي طلعوا برا الحوش قدام نظرت هناك منتشرين بكسرة بيضربوا زخيرة في الهواء. عفوا اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الخاصه عن تطورات الاوضاع الامنيه في الخرطوم وعدد من ولايات السودان. بالطبع تابعتم هذه الاحداث اليوم التي اسفرت عن اشتباكات وسماع لذوي اطلاق نار بعدد من الاسلحه في محيط او محيط مقرات هيئه العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالخرطوم وأيضا بولاية شمال كردفان وبمدينة القضارف أو بولاية القضارف. أيضا لا توجد أنباء حتى الآن عن وجود خسائر ولا توجد تأكيدات حتى الآن، لكن هنالك حديث عن أن المشكل سببه الأساسي هو مستحقات مالية وتخيير أفراد وضباط هيئة العمليات بين دفع مستحقات مالية أو دمجهم في قوات الجيش والدعم قوات الدعم السريع أو تسريحهم، ولكن المشكل انفجر. ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيدات حقيقة على الرغم من عدد من البيانات التي صدرت من عدد من الجهات، كان آخرها البيان الصادر من جهاز المخابرات العامة حيث قيل في صدر هذا البيان في إطار هيكلة الجهاز، البيان مقتضب وحتى كان قصير جدا، يعني بيان من جهاز المخابرات العامة في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة جاري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد. الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة 14 يناير 2020، هذا هو نص بيان البيان الذي صدر من جهاز المخابرات العامة. لا يوجد حتى الآن بيان رسمي صدر من القوات المسلحة تحديدا بكل فئاتها وأقسامها، لم ينتج عنها بيان، لكن هنالك بيان في المقابل صدر من تجمع المهنيين السودانيين جاء نصه كالتالي: نداء عاجل، أو سنقرأ لكم هذا البيان، لكن الآن نستقبل اتصال
هاتفي أو نستقبل ضيفنا الأول في حلقة اليوم الأستاذ عمرو شعبان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ عمرو شعبان مرحبا بك في هذه الحلقة الخاصة. لماذا وصلت الأمور لكل هذا التصعيد وكل هذا يعني كل هذا هذه الكمية من الطلقات التي أطلقت اليوم في الخرطوم؟ وسمعنا أن هنالك أيضا توترات مشابهة حدثت في الأبيض وفي القضارف. ما الذي أوصل الأمور لهذا المنحى الخطير؟ بداية التحية والتجلة لشهداء الثورة السودانية ثورة ديسمبر المجيدة، التهاني والتبريكات لجماهير شعبنا بعد ذكرى الأولى للثورة المجيدة. حقيقة نتحمل مسؤولية ما حدث ونشهده الآن من أصوات وما يثيره ذلك من هلع على المواطنين السودانيين في العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات. نتحمل مسؤولية المكون العسكري في مجلس السيادة باعتباره هو المشرف على هيكلة وتجريد الأسلحة من الأيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد عملية التخيير التي تمت قبل فترة، في اعتقادي كانت كافية جدا حتى لا يحدث مثل هذا المشهد، لكنه التلكؤ والانغماس في الشؤون السياسية التي لا تعنيهم كملفات على حساب مهامهم الأساسية وهي المهام العسكرية والأمنية وحفاظ على أمن وسلامة البلاد سواء أمنها داخليا أو أمنها خارجيا. حاليا العنوان الأبرز لهذه الاحتجاجات كما يقولون هي استحقاقات لأفراد الأجهزة الأمنية من هيئة العمليات التي تم تخييرها ما بين الذهاب إلى الدعم السريع والجيش أو التقاعد. احتجاجا على الاستحقاقات، حقيقة أقول لكم بالفم المليان وعلى ضمانة حمل مسؤولية هذا الأمر أمام كل تشكيلات قوى إعلان الحرية والتغيير أن هؤلاء المسمين بأفراد هيئة العمليات لا يستحقون أي أموال يدفعهم دافع الضرائب السوداني من عرقه وجبينه بعدما كان الامتحان الأمس خلال 30 عاما لممارساتهم وسلوكهم في اقتحام البيوت انتهاك الحرمات وامتصاص عرق ودماء الشعب السوداني من خلال مؤسساتهم الأمنية وواجهتهم التي كانوا يعملون من خلالها خصوصا في جهاز الأمن البلد. لذا ظل المطلب الوحيد والدائم للثوار السودانيين على مختلف ولجان مقاومتهم على مختلف تشكيلاتهم هو حل جهاز الأمن وإعادة تأسيسه على أساس وطني وقومي، وهو الأمر الذي لم ينجح فيه المكون العسكري حتى الآن. طيب أستاذ عمرو، يعني قبل أن نخوض عن في مسببات أو حلول هذه المسألة أنه يشترك فيها بالطبع عدد من الأطراف حتى الأطراف الأمنية، لكن لدي سؤال. أنت ككاتب صحفي ومحلل سياسي كيف تقيم الآن؟ أنا أتحدث معك أسمع طلقات رصاص ربما لأن مقر القناة بالقرب من أحد مقرات هيئة العمليات. هل ما يحدث الآن هو تمرد أم أنه احتجاج؟ البعض اختلف في توصيف ما حدث. أي رفض ذو ملمح عسكري يسمح للجندي أو العسكري بحمل السلاح وفقا للقانون العسكري الذي راح ضحيته شرفاء 28 رمضان هو تمرد، كما تم محاكمة به حركة خلاص الوطني في 28 رمضان 1990. حاليا ما قامت به أفراد الأجهزة الأمنية في هيئة العمليات هو تمرد كامل الدسم، يتم التعامل معه بحسم لا تراجع ولا استحقاقات لهؤلاء المتمردون طالما هذا الأمر تم خلال حكومة مدنية تم اختيارها عبر الشرعية الثورية التي نجحت في تحرير الشعب السوداني من حكومة البشير. حاليا ما تم هو تمرد وليس احتجاج، تمرد متزامن مخطط له تقف وراءه جهات سياسية أيضا نتحمل مسؤولية الكشف عنها. يعني هذه الجهات السياسية سعت لتأليب الوضع في تزامن محدد من خلال الولايات كما تم في خلال سيناريو فضل الاعتصام بالتزامن مع الاعتصامات في الولايات تم فضل تزامن. هذا الاحتجاج الذي يسمى احتجاج هو تمرد قامت به هذه الوحدات العسكرية في مختلف ولايات السودان في وقت واحد وفي تزامن واحد بتناغم وفي تناسق، إذن هناك تخطيط وتدبير. هذا الأمر لإحراج الحكومة ولإثارة انفلات أمني يتم من خلال استغلال فلول الدولة العميقة لتأليب الأوضاع في السودان ومن ثم التمهيد سواء لانقلاب عسكري جديد أو لإجهاض مجهودات الحكومة المدنية في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد. عليه هو تمرد يجب التعامل معه وفق القانون العسكري وبحسم اللازم. طيب لنقف هذه النقطة أستاذ عمرو واعذرني على المقاطعة الآن، كيف هو ما هو السيناريو المناسب للتعامل مع يعني أنت تعلم طبيعة وجغرافيا الخرطوم، هذه المقرات موجودة في قلب المدن، يعني هنالك مواطنون وكما تتابعون الآن في الصور الموجودة الآن في الشاشة إن كنت تشاهد معنا كل هذه المقرات هي في قلب العاصمة الخرطوم. هذه الأسلحة أسلحة هنالك أسلحة استخدمت اليوم، والآن أكرر أننا نسمع أصوات لطلقات الرصاص الآن بالقرب من مقر القناة. طيب هذا السيناريو العسكري، هذا الحسم، كيف يكون الحسم؟ يعني لا يوجد أي خيار للتهدئة الآن؟ يجب حسم هذه المسألة بالسلاح؟
جهاز الأمن نحن نرفض التعامل معه باعتباره كيان سياسي يتم التفاوض معه، هو بخدمة الشعب ولحماية الشعب، طالما استجاوز هذا الدور واستغل سلاحه في مواجهة الشعب وتوجيه إلى صدورنا وتهديد أمننا وترويعنا من خلال هذا السلوك الذي تم وتنقلون عبر قناتكم العامرة، يتم التعامل معه بحسم عسكري فوري طالما تم استخدام لك دروع بشرية في وقت ما. كيف يمكن هذا داخل الخرطوم لكن أستاذ عمرو؟ أستاذ عمرو نعم. داخل المدينة الخرطوم كيف يمكن أن نضمن أن لا يسقط أبرياء؟ يعني الحسم العسكري الفوري، بالحسم العسكري الفوري لا يتم اتخاذنا كمبرر للتهدئة نعم. مع هؤلاء الأوغاد، هؤلاء يمثلون الدولة العميقة، يمثلون الثورة المضادة، يتم التعامل معهم بحسم عسكري فوري مهما كانت التضحيات من جانبنا. جميل، طيب ابقى معي. أنا أذكر أيضا المشاهدين أن هنالك مصادر لقناة سودانية 24 أكدت لنا من داخل مطار الخرطوم، أكدت لنا أنه تم تعليق الرحلات الجوية فوق سماء الخرطوم، الرحلات الداخلية والخارجية بطبيعة الحال تم تعليقها تماما في الخرطوم حتى إشعار آخر، ربما لم يترأ بيان حتى الآن نسبة ربما للأوضاع الأمنية التي تعيشها الخرطوم، لا ندري، هذه الأوضاع انقلبت في الساعات القليلة الماضية. أستاذ عمرو دعني أيضا أقف عند رأي تجمع المهنيين السودانيين أو بيان تجمع المهنيين قبل أن نخوض في البيان، أيضا ننوه أنه سيكون معنا عدد من الخبراء الأمنيين في هذه التغطية، نحاول بالطبع التواصل معهم. نداء عاجل من تجمع المهنيين السودانيين، نداء عاجل: هلع سكان أحياء كافوري الرياض حي المطار وعدد من الأحياء بالخرطوم بأصوات ذخير أحية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة، وما زالت أصوات الرصاص متواصلة مع قفل الشوارع المؤدية إلى تلك المناطق. تشير الأنباء إلى تمرد قوات تتبع لهيئة العمليات وسط تعتيم مريب من الإعلام الرسمي للدولة. إننا نرفض، أي تجمع المهنيين يعني، نرفض أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات، كما نطلب من المواطنين الأعزاء الآتي: أولا، ندعو جميع المواطنين المتواجدين في هذه المناطق بأخذ الحيطة والحذر والدخول إلى داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع. اثنين، ندعو أجهزة الدولة النظامية للتدخل فورا لوقف هذه العمليات الغير مسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء. ثالثا، نناشد لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها. هيكلة المؤسسات الأمنية، هذا هو الوسم، واسم هذا البيان إعلام التجمع، الجمع المهنيين السوداني 14 من يناير 2020. طيب أستاذ عمرو، أخيرا من وجهة نظرك كمراقب أيضا ومحلل سياسي وكاتب صحفي، لماذا لم يتم حسم هذه المسألة حتى الآن؟ نحن الآن ندخل في الساعة السابعة من هذه التوترات، سبع ساعات. نعم، وهذا الأمر يتدحرج كما ككرة الثلج، يعني يزيد ساعة. نعم، فساعة. نعم، على ما يبدو أن الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسعى للتعامل مع هذا الأمر تحاول التعامل معه بأقل خسائر، سواء في صفوف هيئة عمليات الجهاز المتمردة التابعة للنظام البائد وبين القوات العسكرية، خوفا على أرواح المواطنين. في تقديري الشخصي أن هذا الحرص سينقلب خصما على المواطنين السودانيين، لجهة أن هؤلاء المسمون بهيئة العمليات التابعة للنظام البائد لجهاز الأمن البائد ما هم إلا فلول دولة عميقة يسعون للتستر بالظلام للقيام بعملياتهم في مواجهة تعليب الأوضاع في العاصمة الخرطوم. عليه التأخير في عملية الحسم العسكري هي هذه المجموعات في كل المناطق في كل الولايات، سيكون خصما على المواطنين، سيدفع ثمنه المواطن. لذا أنا من هذا المنطلق أناشد الأجهزة الأمنية والعسكرية القيام بمسؤولياتهم ومهامها الوطنية في التدخل لحسم هذا الأمر عسكريا وفورا مهما كانت حجم التضحيات، في سبيل انعتاق مؤخرا من هذا المسمى الجهاز الأمن الأخطبوطي السرطاني التابع للدولة العميقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عمرو شعبان، كنت معي في مكالمة هاتفية من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. بعد أن نشاهد هذه المادة، هذا الفيديو، بالطبع هنالك فيديوهات كثيرة انتشرت في منصات الاجتماعية السودانية اليوم، بعضها صور وبعضها مقاطع الفيديو أثارت هلعا واسعا لمن هم خارج مدينة الخرطوم أو خارج السودان. هذه الفيديوهات كانت ولا زالت حتى الآن تترى في المنصات الاجتماعية، تبين مدى الانفلات الأمني الموجود الآن في عدد كبير من شوارع الخرطوم. نتابع هذا الفيديو ثم نعود إلى ضيف آخر من داخل الاستوديو، قم معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن كما تابعتم هذه الفيديوهات تصلنا من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. أيضا ننوه المواطنين أنه إذا كانت هنالك أي مقاطع للفيديوهات تريدون يعني يعتقد أنها قد تعرض جزء من ما لم يراه المشاهدون حتى الآن يمكنهم التواصل معنا عبر أرقام الواتساب الموجودة في صفحة القناة على فيسبوك. نحييكم مجددا وأرحب الآن بضيفي من داخل الأستوديو سعادة الفريق حنفي عبدالله الخبير الأمني والاستراتيجي. سعادة الفريق نرحب بك في هذه الحلقة. بداية عليكم السلام. نعم مرحبا. بداية ما هو التوصيف الملائم لما حدث؟ هل هو احتجاج أم تمرد؟ شكرا جزيلا. هذه المسألة طبعا بطبيعة الحال هي مرفوضة بصورة مسلكية وبصورة انضباطية، هي لا يعني لا تتجاوب مع الانضباط العسكري وما إلى ذلك. يعني نعتبر هذه المسألة هي عملية احتجاجية ولكنها هي بعيدة عن المسلك العسكري المعروف. نتجت هذه المسألة نتيجة إنه هؤلاء يعني كانوا يتوقعون سقفا عاليا من التعويضات في ظل الظروف الاقتصادية، ولكن وفقا ليعني المسارات الإدارية المعروفة في فوائد ما بعد الخدمة في الخدمة العسكرية تم تحديد مبالغ محددة، وبالتالي هم رأوا وفق طموحاتهم أن هذه المبالغ غير مقبولة، وبالتالي قاموا بعملية إطلاق الرصاص والاحتجاجات في داخل سكناتهم، مما أدى إلى مزيد من الزعر وقفل الطرقات، وتطور الأمر إلى أن يعني لم ينجلي الموقف. الآن هناك تفاوض يجري بصورة يعني مستمرة وكثيفة. تفاوض بين من ومن؟ تفاوض بين القيادات في الإدارية أو المختصة في جهاز المخابرات العامة ومع هؤلاء لكي يعني يعودوا إلى رشدهم ويوقفوا إطلاق الرصاص في الهواء الذي أدى إلى زعر المواطنين بصورة كبيرة جدا، وبالتالي إمكانية النظر في تصحيح هذه الفئات التي يعني حددت لهم. طيب أين وصلت هذه المفاوضات؟ والله لا زالت. متى بدأت وأين لا زالت المفاوضات جارية؟ طبعا في مثل هذه الظروف يعني في ظل العدد الكبير لهذه القوات وانتشارهم في مواقع كثيرة جدا يعني لا يكون التفاوض سهلا، لأنه أنت عندما تفاوض مجموعة مثلا تمثل هؤلاء، ولكن في عملية تفاوت أفكارهم وعملية الاحتقان الكبير في ظل هذا التوتر الداخلي في العوامل النفسية، هذه أدت إلى صعوبة التفاوت. طيب. وصعوبة إمكانية أن يكون هناك سقف أو قاسم مشترك بين مطالبهم والجهات التي تفاوض. طيب سعادة الفريق، أيضا هنالك سؤال يعني أراه موضوعي. إذا كان هذا الأمر هو مجرد احتجاج، كيف يمكن لعدد من المقار في وقت واحد يعني في ساعة واحدة أن تخرج يحدث فيها احتجاج؟ يعني وجدنا أو رأينا ما حدث في كافوري، نعم. ما حدث في حي الرياض بالخرطوم، نعم. سمعنا أن هنالك أيضا في الأبيض بعض التوترات، سمعنا أيضا أنه قبل قليل في نيالة، سمعنا أن هنالك في القضارف. طيب كيف يمكن لخمس مقرات في ثلاث ساعات فقط أن تخرج هكذا فقط للاحتجاج إذا لم يكن هنالك ثمة تنسيق مشترك؟ طبعا بطبيعة الحال هؤلاء كانوا يعني ينتظرون عملية الدمج والتسريح التي تمت في إطار أن هؤلاء سيخرجون من هيئة العمليات. نعم. التي أتت في عملية إعادة الهيكلة تم إلغاء هيئة العمليات بصورة واضحة، وبالتالي يعني انتشار هؤلاء في مناطق البلاد المختلفة، هناك الآن يعني انتشار في نعم في ثلاث مناطق رئيسية في الخرطوم، المركز الرئيسي في الرياض اللي هو متاخم لمطار الخرطوم، وكذلك لا 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 في قرطوم بحري، وكذلك جزء في سوبا وفي مناطق معددة. واضح بأن هناك تنسيق تم ما بين هذه الجهات لكي تكون هبتهم واحدة ويكون صوتهم عاليا، وبالتالي أوراروا بهذا التنسيق بأنه تكون مطالبهم مطالب قوية من خلال تجمعهم. طبعا عدد كبير يتجاوز ما بين 11 ألف إلى 13 ألف
عنصر، ويعني بعض منهم قضى فترات طويلة في هيئة العمليات، وبالتالي يعني أتى هذا الاحتجاج نتيجة للتنسيق الذي تم ما بين هؤلاء. ولكن أعتقد أن هذه المسألة في تقديري ليس لها أي أبعاد عسكرية أو سياسية، يعني من ناحية أنه ليس هناك يعني ما ورد في الأسافير بأن هناك جهات تحرك هؤلاء، هذه كذبة كبيرة جدا. هؤلاء مطالبهم فقط مطالب مطلبية فقط تتعلق بفوائد ما بعد الخدمة، وبالتالي يعني بعضهم يرى بأنهم عمل فترات طويلة وبالتالي المبالغ التي حددتهم لا توازي الطموحات التي كانوا يتلقونها. طيب سمعنا أيضا سعادة الفريق أنه ما جرى لديه علاقة بمحاكمة الأفراد المتورطين في مقتل الشهيد أحمد الخير، سمعنا أيضا أن هنالك جهات كما قلت أنت نفيت هذا الأمر. كيف يمكن يعني مع كل هذه الأحداث كيف يمكن التأكد من أن هؤلاء الأشخاص قاموا بهذه الأفعال وهذا الاحتجاج والتمرد أيضا قاموا به نتيجة لمطالب إدارية ومالية؟ ليس هناك علاقة بطبيعة الحال، نظرا لأنه القوة التي قامت يعني مثلا التي حكمت في كسلة هي قوة خاصة بوحدة أمن كسلة وليس لها علاقة بهذه القوة، وهي قوة يعني تمت محاكمتها في إطار الواضح الذي تم، وبالتالي ليس هناك علاقة ما بين الشيئين. وهناك كثير من ما ورد في الأسافير حول هذا الربط، أعتقد أنه ليس هناك داعي الآن لتشويش هذه الفترة الانتقالية بمزيد من البلبلة ومزيد من الربط. الآن هناك كثير من الشائعات ترد في الأسافير، هناك مواجهات ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، هناك ضرب متبادل. الآن استمعت إلى مراسل لإحدى القنوات الفضائية وأنا كنت مشارك لايف عبر الهاتف، يقول هذا المراسل بأن هناك تبادل إطراق الرصاص ما بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش التي يعني محتجة في الداخل. هذا غير صحيح. نعم سمعنا كثير هذا الحديث. أيوة. طيب أصوات الطلقات هذه كيف يتم تسويرها؟ في داخل طبعا هناك هيئة العمليات في المركز الرئيسي في الرياض، يعني موقع كبير جدا يعني يحتاط بثلاث شوارع. نتابع الآن في الشاشة عفوا سعادة الفريق. نعم. هذه الآن صور نعم. مباشرة. نعم. من شارع المطار الخرطوم. نعم. عدد كبير من المواطنين، هذه الآن صور خاصة لقناة سودانية 24 تم التقاطها الآن، تلتقط الآن بكاميرا سودانية 24، هي صور خاصة لقناة سودانية 24 الآن في محيط هيئة العمليات. نعم. التابعة لجهاز المخابرات العامة بشارع المطار ما يعرف بلفة الجريف تحديدا. نعم. هذا الشارع نشاهد تماما وجود أرتال عسكرية، عربات عسكرية في هذا الشارع موجودين الآن. طيب سعادة الفريق أكمل لنا. نعم. ما هي جغرافيا تضاريس هذا المكان تحديدا؟ هو ما هو الموجود في الداخل؟ سمعنا وجود دبابات. يقع جنوب منتزه الرياض، جنوب منتزه الرياض، وعلى امتداد الساحة الجنوبية لمطار الخرطوم من الجهة الغربية، ومن الجهة الجنوبية مستشفى الساحة، ومن الجهة الشرقية. نعم. شارع بيت ختم والمسألة المتعلقة بمباني الشرطة. نعم. المتعلقة بالمباحث الجنائية. هذا الموقع الواسع اتساع هذا. نعم. وجود كثافة من العسكريين وإطلاق الرصاص الكثيف يوحي بأن هناك تبادل لإطلاق النار. هذا التبادل غير موجود الآن. قوات الدعم السريع. طيب قوات من أنت خبير أمني، اعذرني على المقاطعة يعني. نعم. حتى نجيب على الأسئلة الموجودة في أذهان المشاهد. نعم. لماذا الطلقات؟ يعني الطلقات النارية هذه إما أن تكون اشتباكاً، أنا لست خبيراً أمنياً، لكن. نعم. إما أن تكون اشتباك أو شيء آخر. الآن أنت نفيت وجود اشتباكات. نعم. ما هو الشيء الآخر؟ لماذا تطلق الطلقات؟ يعني طلقات من دوشكا، سمعنا طلقات دوشكا يعني. هي كل هذه الأسلحة موجودة في الداخل. لماذا تطلق؟ هم هؤلاء في بداية يعني عندما فوجئوا بأن هذه المبالغ التي حددت لهم هي مبالغ بسيطة جدا، انفعل هؤلاء، وفي ظل الاحتقان النفسي الذي كان يراود هؤلاء وانتظارهم لهذه المسألة، قام هؤلاء بعفوية وبمزيد يعني لإبلاغ بأنه احتجاجهم
دائما العسكريون يعني في الاحتفالات وعندما يخرجوا من معارك وما إلى ذلك يتم إطلاق الرصاص يعني تعبيرا عن غضبهم، التعبير هم سواء عبر عن كان غضبهم. في الغضب أو الفرح، هذه أعتقد هي تعبير عن الغضب، عن الاحتجاج على نعم. هذه المسألة بصورة طيب. مباشرة جدا وليس تمردا. دائما التمرد يحصل عندما تأتي قوة يعني ترفض تنفيذ التعليمات لعدم الخروج لجهة معينة وما إلى ذلك. طيب نقف في هذه النقطة الآن. الآن أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف سعادة المقدم ركن دكتور محمد خليل الصائم خبير الأمني والعسكري. سعادة المقدم نرحب بك في هذه الحلقة. سعادة الفريق الآن يقول أن استمعت إلى جزء من حديثه. طيب الآن الوضع الأمني في الخرطوم إلى أين، إلى أي سيناريوهات نحن سائرون يعني؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للسودانية 24 وشكرا ورحب بضيفك الكريم الفريق حنفي. والفريق حنفي قال يعني أول حاجة نوريك المشهد إلى أين. الآن كل الخرطوم مروع، الآن هنالك انفلات أمني كبير جدا جدا، يعني منذ أيام في انفلات أمني حملت سواطير ونجرت وأين يعمل جهاز الأمن؟ شغال شنو جهاز الأمن؟ عشان يجي حنفي يقول لي إحباط نفسي علي من العساكر، ما في عسكري مدرب أخذ فترة بتاعت confinement مفروض يضرب ذخيرة في الهواء، تضرب ذخيرة سائلية. نعم يعني لا تتفق مع حديث، مع حديث سعادة فريق، ولا تتفق معه يعني هذا الأمر؟ لا أتفق معه جملة وتفصيلا، هو من بقايا النظام، هو من بقايا نظام الإنغازية، عشان كده بيدافع. هو الآن ما في الخدمة، يدافع عن جهاز الأمن ليه؟ يجب أن يحل جهاز الأمن immediately. طيب يحل سعادة المقدم، لنبقى اعذرني لنبقى في صلب الموضوع يعني بعيدا عن الشخصنات. الآن هو اسمح لي أن أسأل لو سمحت سعادة المقدم، هو قال أن هذا ما حدث اليوم ليس تمردا، ما حدث اليوم هو مظهر تعبيري عن حالة الغضب. أنت، أنا أعيد لك السؤال لك أنت، يعني هل ترى ما حدث اليوم أنه حالة تمرد أم أنه تعبير أيضا عن حالة غضب احتجاج؟ عسكري بيغضب بيضرب ذخيرة، أنا عسكري بروفيشنال، أنا حاربت في جنوب السودان، حاربت 4 سنوات ونص في جنوب السودان، ما في عسكري حتى في الانتصار ما قاعد نضرب ذخيرة في الهواء، لأنه دويستو في أميليشن، الويس ما بيدفعوا محمد أحمد السوداني، بيدفع ثمن الذخيرة دي محمد أحمد السوداني، ما بيدفع جهاز الأمن، بيدفع دافع الضرائب السوداني، بيشيلوها منه جبايات، هذه الذخيرة اللي بيضربوها في الهواء، يجب أن يكونوا مضبطين. طيب سعادة المقدم، سعادة المقدم اعذرني ابقى معي، انا مضطر لكي اقاطعك الان. ننتقل الى البيان الصادر باسم الناطق الرسمي باسم الحكومه. سعاده المقدم ابقى معي. نعم البيان غير جاهز حتى الان. نعم ربما هنالك خلل فني حال دون انتقالنا، سنحاول ان ننتقل الى بيان باسم الناطق الرسمي لوزير للحكومه الانتقاليه وزير الاعلام أستاذ فيصل، لديه بيان ربما سنتمكن من نقله بعد قليل. أنا أعتذر جدا منك نسبة للمقاطعة، تفضل أكمل سعادة المقدم. ألو؟ نعم تفضل أكمل، أعتذر منك أنا للمقاطعة. أنا أقول لك في البداية إنه جهاز الأمن، لماذا تكون هناك أسلحة في جهاز الأمن؟ حسب دستور 2005 جهاز الأمن والمخابرات معني بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات الاختصاص واتخاذ القرار المناسب. لماذا جهاز الأمن مسلح بدبابات ودوشكات ليه؟ عشان نحمي النظام. ماذا أخذنا من هذا الجهاز طيلة 30 عام؟ غير المآسي، ما أخذنا منه شيء غير مآسي. الآن الأوتبوت بتاعه شنو؟ صفر. يسأل سعادة الفريق، هو يسأل أنت في الخدمة؟ لا أدري، أنا ما في الخدمة، أنا في المعاش، أنا دكتور. أنا أول حاجة لست خبيرا استراتيجيا ولا عسكريا، أنا مقدم أركان حرب محمد خليل الصائم، دكتور أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية. نعم نحن قمنا باستضافتك سعادة المقدم قبل اليوم. لا أنا أعكس لك سؤاله فقط، لا ليس هذا سؤالي. طيب بعيدا أيضا يعني عن توصيف ما جرى وأنت قمت بتوصيفه، السيناريوهات القادمة سعادة المقدم إلى أين ستقود؟ أين سنصبح إن لم يتم التعامل مع هذه المسألة بحسم؟ وكيف يكون الحسم أيضا؟ من المهم جدا أن توضح لنا كيف يكون الحسم. والله أنا أقول لك حاجة، بفتكر إنه الحسم لا باستخدام ذخيرة ولا بقوات مسلحة ولا قوات دعم سريع، يجب أن يكون هو في النهاية هؤلاء أفراد الأمن سودانيين، ومن حقه منه أن يأخذوا مكافآت مجزية، ومن حقه أن يعملوا، ده حق لكل سوداني.
ونحن ما بنعالج الخطأ بالخطأ. يجب أنه تدرس يعني لما نتخذ القرار، لما اتخذ القرار في حل هيئة العمليات كان يجب أن يدرس هذا القرار قبل أن يتخذه، يدرس هذا القرار ويشوف المخرج شنو. الآن بيتم كل الكلام ده بالحوار، يعني دي العساكر وعساكر عندهم قادة، يجب أن الناس تجلس في طاولة بتاعت حوار. الحوار عند العسكريين أهو من الحوار بين المدنيين، يعني لأنه هنالك في نسبة من الانضباط في القوات العسكرية، ويجب أن يأخذوا مكافآت كافية ومجزية ويستوعبوا في أي حتى يستوعبوه، لأنه ده من حقه كسوداني. نعم سعادة المقدم، أنا مضطر لكي أن أقاطعك، أعتذر نسبة المقاطعة للمرة الثانية. الآن معنا بيان الناطق الرسمي، ابقى معي سعادة المقدم، بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحكومة الانتقالية، الأستاذ فيصل محمد صالح. فإلى تفاصيل البيان. مدينة الأبيض، وقد قامت القوات المسلحة والقوات النظامية بالتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء. لم تحدث أي إصابات بين المواطنين والقوات النظامية حتى الآن، وتواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية. وفي كل الأحوال فإن القوات المسلحة والقوات النظامية تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد وتأمين المواطنين والمنشآت. وفي هذه الأثناء نرجو من المواطنين الابتعاد عن هذه المواقع المحددة وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف، وسنواليكم بأي تطورات أخرى إن شاء الله. كان بيانا سريعا كما تابعتم مشاهدين الكرام، كل البيانات التي تصدر اليوم هي بيانات سريعة ومختصرة، حتى البيان هذا نحن نقلنا جزء منه لكنه أيضا كان بيانا سريعا، أشار لعدد من النقاط نذكر بها سريعا. بيان وزير الإعلام أستاذ فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، يعني طلب من المواطنين الابتعاد عن المواقع التي شهدت اشتباكات ولا تزال تشهد اشتباكات في كل أنحاء السودان، وأيضا قال أنه لا توجد إصابات حتى الآن، ونقل طمأنة القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى على سلامة الأوضاع في محيط تلك المقرات وعلى سيطرتها التامة على الأمور. ننوي أنه هنالك قوات جيش وقوات دعم سريع الآن موجودة حول تلك المقرات. نوه أيضا الأستاذ فيصل محمد صالح أن على ضرورة أن يبتعد المواطنين كما ذكرنا عن تلك المواقع، وقال أنه سيوافي بكل جديد حال وجوده. طيب أعود إليك سعادة الفريق حنفي. أستاذ فيصل محمد صالح وصف ما حدث اليوم بأنه تمردا، هذا وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصف الناطق الرسمي، إذن هذا هو رأي الحكومة فيما يجري الآن، ليس رأي المواطن فقط. يعني الآن تطورت الحالة، الآن المواطن والحكومة ينظرون إلى هذا الوضع على أساس أنه تمردا. نعم هو تمرد. ما الذي يجعل كل الناس يقولون تمرد؟ نعم أنت لا هو تقول تمرد هذا الأمر. هناك فرق بين تمرد على سلطة وتمرد على قرار. يعني هم يعني احتجاج بمعنى رفض. هذا الرفض في المواقع العسكرية يعني يعتبره تمردا، يعني تمرد في رفض الحقوق التي حددت لهم. أنا اسمح لي دقيقة واحدة أرد على السيد المقدم، يعني أربع به أن يقول هذا التهريج، وأنا يعني وجهة نظري الذي ذكرها هو كلها غير حقيقية. ولا يعلم، أنا ضابط مخابرات منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأعلم في وطني، وتقاعدت في رتبة الفريق، ورتبة الفريق تستمر. أنا ضابط احتياط، يعني أنا الآن غير متقاعد. نعم هو قال هذا الأمر وأنا أوقفته، حتى نبقى سعادة الفريق بالحديث المعوج، وإذا كان هو صالحا كان سعادة استمر. لا حتى نخرج من هذا المطب، يعني حتى نخرج من هذا المطب، اسمح لي، أنا أوقفته نعم، أنا أوقفته وطلبت منه وأطلب منك الآن سعادة الفريق، حتى نبقى في صلب الموضوع، حتى نناقش هذا الموضوع في هذه الظروف. يعني أنا أوقفته حينما شخصا المسألة، وأوقفك الآن لأنك تحاول شخصنتها مرة أخرى. طيب نعود إلى مسار الأمور، إذن ما حدث تمردا، سواء كان على أيوة. على ربما أنت على القرارات
ليس تمردا كما حد تمرد على قرارات القرارات التي اجريت لهم بالنسبه للفوائد. وبالتالي هذا الرفض يعتبر من ناحية مسلكية مرفوض طبعا. ولكن في ظل هذا الاحتقان وأكرره مرة أخرى لأن الأخ المقدم الاحتقان من من؟ هذا الاحتقان من هؤلاء. نعم هم كانوا عسكريون وكانوا في انضباط وما إلى ذلك. هذا الانضباط كان يتطلب منهم الركون إلى هذه المسألة والاحتجاج بالصورة المسلكية المعروفة لدى العسكريين بالمناقشة الهادئة. ولكن في ظل ضخامة العدد وفي ظل الطموحات الكبيرة التي كانوا يعني تراود أفكارهم بأنه في ظل الظروف الاقتصادية طبعا الانفليشن الحاصل مثلا في البلاد كانوا يعني يتوقعون مبالغ كبيرة جدا. ولكن كانت هذه وفقا للأمور الإدارية في عمليات التعويض للعسكريين حسب سنوات خبراتهم. هذه المبالغ طبعا متفاوتة ما بين الجنود وصف الضباط إلى رتبة المساعد وما إلى ذلك. لذلك أعتقد أن عملية هذه الاحتجاجات هي أدت إلى هذا الأثر الكبير الذي أدى إلى الانفلات في داخل طيب هذه السكنات. مضطر أن أقاطعك. نذهب أدعوك أن تتابع أنت والمشاهدين. نعم. نتابع هذا الفيديو. نعم. التقط اليوم بعدسة أحد المواطنين من أمام مستشفى يستبشرون خارج مقر هيئة. نعم. هيئة العمليات. نتابع هذا الفيديو وهذه الصورة واضحة لسكان الخرطوم. سيد حنفي. نعم. هذه حرب شوارع. نعم. هذا ليس احتجاجا داخل المقرات. نعم. العسكرية يعني شخص أمام مستشفى. نعم. يعالج مدنيين دعك من ترويع المواطنين. هذه الخطورة بالتأكيد. نحن جميعا نرفض يعني. أيوه. هذا يعيدنا إلى المربع الأول عن توصيف ما جرى. الطبطب على هذه الأمور ربما لن تتيح حلولا. هذا رأي البعض يعني. نعم. جرى أن نتعامل مع هذه المسائل بالحسم اللازم. هذا الأمر هو إلى حسم وردع ومحاكمات. هذه لن تخرج يعني الآن. هذا التفاوض حتى إذا وصل إلى نقاط تلاقي وتم مثلا عملية تهدئة هؤلاء ستتم محاكمات لأنهم لحين يعني هذه اللحظة هم عسكريون لم يتلقوا يعني نهاية الخدمة ولم يسلموا العتاد الحربي الموجود لديهم. وبالتالي كل هؤلاء تتم محاكمتهم لأنهم خرجوا عن الانضباط العسكري. وبالتالي يعني هذه لن تفوت بصورة سهلة جدا. طيب سعادة المقدم محمد خليل يعني تابعت حديث وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة. تابعت ربما لا أدري إن كنت قريب من التلفاز لكن أيضا هنالك صور تعرض الآن. هل تعتقد أن هذه الأمور يمكن أن تحل فقط بالتفاوض يعني يجلس الطرفين ترفع فوائد ما بعد الخدمة؟ هل سيحاكم هؤلاء حينما نزلوا الشوارع هذه الأعداد الكبيرة والضخمة من أفراد هيئة العمليات حينما نزلوا الشوارع؟ ألم يكونوا يعلمون بأن هذا الأمر سيعتبر تمردا نظرا لأنهم محكومون بقوانين الجيش التي قد تصل بهم إلى عقوبات كبيرة جدا؟ هذا يفتح الباب أيضا عن المآلات والسيناريوهات المتوقعة. ماذا تتوقع أنت؟ نعم ضيفك الصالح الكريم كما قال ليس تمرد على سلطة بل تمرد على قرار. بس أنا داري وريني الفريق القرار ده الأصدر ومنه أصدرته سلطة. نعم. مش كده؟ يعني وأنا ما بهرج أول حاجة. أنا بتكلم في واقع ماذا قدم جهاز الأمن طيلة الثلاثين عاما للسودان غير المآتي. ما قدم حاجة جهاز الأمن عشان يقول لي أنا ترقيت. أنا ما يشرفني أترقى في الإنغاز كنت كله ما يشرفني. ولي عظيم الشرف إني أنا نزلت في رتبة المقدم. لي عظيم الشرف إني نزلت في رتبة المقدم. ما تهمني كثير ولا بيعنيني بقدر ما إنه يعنيني السودان. طيب تفضل أجب عن سؤالي. يلا أجب على سؤالك إن شاء الله. أنا بفتكر إنه لا يجب أن تحل هذه المسائل بالسلاح لأنه يكفي السودان مآسي ويكفي السودان شهداء ويكفي السودان ضحايا. يجب أن يحل بحوار وحوار
من شخصيات لا وزنها في البلد. في ناس موجودين كثيرين جدا يجب وناس يعني متقاعدين يجب أن يحلوا هذه المسائل. حتى في القوات المسلحة هنالك ضباط شرفاء موجودين يجب أن يحاوروا هؤلاء هذه القوة وأنها تصل لحلول عشان السودان يمشي لقدام. لكن بالسلاح ما في حاجة. حتى في النهاية بعد لو استخدمنا السلاح الناس حتجلس لطاولة مفاوضات. فيجب الناس أن يقدروا زي ما قلت لك في النهاية هم سودانيين هم عساكر منضبطين يجب أن يكونوا منضبطين يجب الناس تتفاوض معهم. لكن هو تمرد يعني ما فيه كلام. أنا زي ما قلت من البداية مجرد أنك أنت ما ضربت الشارة الذخيرة في الهواء أنت متمرد. أنت متمرد على سلطة وعلى قرار الاثنين مع بعض لأن القرار بتصدر السلطة ما بيجي براو. طيب سعادة المقدم دعني أنقل لك تصريح الآن لأحد من العسكريين البارزين لقناة الجزيرة أعتقد نقل الآن لنا عبر الزملاء في الكنترول. قال إذا دعا الأمر سنصطدم مع الذين احتجوا يعني يقصد الأفراد وضباط صف وجنود هيئة العمليات ونتمنى أن لا يدعو الأمر لذلك. كيف تقيم هذا التصريح؟ والله يا التصريح التصريح ما في محله أنا بعتبر لأنه يعني أنا زي ما قلت لك أنا زول عسكري بروفيشنال كفاية معي. نعم سمعنا أن من قال هذا الحديث قالوا لي الزملاء لأن من قال هذا الحديث هو شمس الدين الكباشي الفريق شمس الدين الكباشي هو طبعا شمس الدين عضو مجلس السيادة هو من منطلق المسؤولية قال الحديث ده ويكون مذول منه. لكن هو يعني في حالة زي دي جهاز أمن يتبع لسلطة مجلس سيادة مجلس وزراء ويضرب ذخيرة ويتمرد يجب أن يتم التعامل معه يجب أن يتم التعامل معه. إذا استحصل أمن يجب أن يتم التعامل معه. نعم طيب سعادة الفريق أيضا هذا التصريح نعم. ربما هذا التصريح أيضا يضعنا أمام سيناريو جديد احتماليات المواجهة إن استعصل حل يعني طبعاً وإن كسبت هذه الأطراف أيضاً بنك جديد للأهداف. لا أحد يعلم من يفاوض الآن من يتحدث من يعد أيضاً باستحقاقات ربما يعني كل هذه الأسئلة الآن هي أسئلة الشارع لا نريد أن نتهم أحداً ولكن الآن ألا تعتقد أن السيناريوهات مفتوحة على كل شيء؟ نعم أول حاجة أتفق مع الأخ المقدم بأنه لا نحتاج في هذه الفترة الانتقالية لمواجهات عسكرية لأنه هذه الفترة الانتقالية فترة حساسة. هناك كثير جدا من المهددات سواء كانت في دول الإقليم أو في الداخل الاضطراب الداخلي. المسألة التي ذكرت أنا لم أستمع لحديث الفريق السيد الفريق ركن كباشي ولكن يعني في إطار إذا كانت هذه المسألة ولا ونرجو أن لا تكون نتيجته هذه إذا استمر هناك احتقان عسكري داخلي ومواجهات تضطر القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى مساندة لها في عملية المواجهة. ولكن لا أرى بأن مجرات الأحداث تقود إلى هذه المسألة وخاصة أنه يعني بدأت تهدأ بصورة كبيرة جدا عملية إطلاق النار في الداخل ولذلك يعني لا نحتاج إلى هذه المواجهة التي يعني هي طبعا في صميم حقوق عملية ضبط هذا التفلت. هذه آخر زي ما بقولوا العلاج بالكي ولكن هذه نقطة دائما في حالات مثل هذا التمرد إذا كانت بهذه الصورة تكون. ولكن هناك إجراءات أخرى بتسبقها عمليات يعني اقتحام بصورة فنية أخرى وليس بمواجهات عسكرية طيب. مباشرة كما ينبغي يعني. ابقى معي سعادة الفريق. سعادة المقدم لدي سؤال أخير لك يعني بيان جهاز الأمن والمخابرات العامة أتى قصيرا ومقتضبا ولكنه وصف ما جرى اليوم من قبل الضباط والصفوفيين والجنود من هيئة العمليات بأنه اعتراض حيث قال أنها اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية. بيان وزير الإعلام وصف أيضا ربما القاسم المشترك أنهما بيانين قصيرين يعني لكن الفرق أن هذا وصف بالاعتراض وبيان وزير الإعلام وصف هذه الحالة بأنها حالة تمرد حيث قال تمردت هذا قال اعترضت وهذه قالت تمردت. ألا يعكس هذا أيضا الأمر يعني وجهات نظر منفصلة جزر معزولة أيضا قد تعمق من السيناريوهات القادمة؟ أتفق معك في أنه ليس هنالك تنسيقا بين الحكومة وجهاز المخابرات لأن جهاز المخابرات من المفترض أن لا يصدر بيان إلا بعد أن يستأذن الحكومة. يجب أن لا يصدر بيان
جهاز المخابرات يعمل تحت إمرة الحكومة وتحت إمرة المجلس العسكري تحديدا. يجب أن لا يصدر بيان جهاز الأمن بهذه الصورة الفطيرة، يجب أن يستقصي ويتأكد حتى يصدر بيان. وزي ما قلت لك الحل الناس تتحاور مع الناس دي، والحل في هذا الجهاز يجب أن يحل تماما، لأنه نحن عندنا من الكفاءات ممكن يحصل سيلكشن لبعض الناس وننشئ جهاز أمن جديد، لأن الدنيا القيامة ما دعمت. ترى أن الحل في حل جهاز الأمن والمخابرات، حل جهاز الأمن تماما. نعم. يجب أن يحل جهاز الأمن تماما، ما يقول لي ده خطأ استراتيجي، ما فيه استراتيجية ولا أي شيء. الآن العالم خرية مكشوفة، كل أي زول عارف أي حاجة في البلد، الدنيا كلها أي زول عارف أي شيء. بعدين جهاز الأمن كان شغال شنو؟ شغال تعذيب في الناس، شغال قتل. يكفينا تعذيب وقتل. جهاز 13,000 مقاتل ليه؟ يمشي القوات المسلحة، زبارين يقاتلوا، يمشي القوات المسلحة هي الجهة المنظمة للقتال. والقوات المسلحة عندها شرف، ما بتشتغل شغل عشوائي، تعذب الناس أو تضرب أو. يجب أن يحل جهاز الأمن، أنا ده رأيي. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة المقدم ركن دكتور محمد خليل الصائم، خبير العسكري وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. سعادة الفريق، حل جهاز الأمن أو جهاز المخابرات العامة هو إحدى الحلول التي ربما ستنزع فتيل هذه الأزمة إلى الأبد، لأن لا يمكن وضع هذه البذور مرة أخرى. هذا رأي سعادة المقدم، هل تتفق معهم؟ هو رأيه طبعاً. ننوه مرة أخرى عفوا على المقاطعة أن هذه الصور التي تأتيكم الآن أسفل الشاشة على يمين الشاشة هي من الخرطوم، وعن يسار الشاشة أيضاً لكن من زاوية أخرى صورة من الخرطوم الآن هي من التقاط كاميرا سودان 24 الموجودة الآن في محيط هيئة العمليات التي تكتظ الآن بالمواطنين كما تتابعون، على الرغم من تنبيه وزير الإعلام والجهات الأمنية كافة للمواطنين عن عدم التواجد في محيط هيئة العمليات، ولكن لا يزال هنالك عدد من المواطنين موجودين الآن. تفضل سعد فريق. طبعا هو رأي الأخ المقدم المتقاعد، وأنا أرى بأنه إذا كان هو خبيرا استراتيجيا أو عسكريا يجب أن ننظر لما تم في حل جهاز أمن الدولة في 1984 عندما تعرت البلاد من عدم وجود جهاز مخابرات إلى أن وكذلك يعني الوثيقة الدستورية رأت في هذه المعضلة وهذه التجربة التي يعني تضررت منها البلاد، وبالتالي يعني كان هناك عملية إعادة هيكلة الجهاز وحل هيئة العمليات واحدة من أطر هذه المسألة، ولا يكون هناك يعني بلد بدون جهاز مخابرات. وبالتالي يعني هذه المسألة هي تأثير كبير جدا، وهناك يعني تنسيق كبير جدا ما بين مؤسسات الفترة الانتقالية وجهاز المخابرات. وجهاز المخابرات عندما يقوم ببيان إعلام رسمي في إطار الأمور المسلكية التي تقوم بها القوات المسلحة، عندها ناطق رسمي، قوات الشرطة لديها ناطق رسمي، وقوات المخابرات العامة لديها ناطق رسمي، وهي تعمل تحت مظلة مجلس السيادة. وأذكر الأخ المقدم، ليس هناك مجلس عسكري، هناك مجلس سيادة مكون من المكون العسكري ومكون المدني، وهذا المجلس يعمل في توائم تام وفي تنسيق تام مع مجلس الوزراء ومؤسسات الفترة الانتقالية، وليس هناك تضاد. وبيان وزير الإعلام واضح جدا من خلال سياقات التي ذكرت بأنه القوات النظامية والقوات المسلحة تعمل في معالجة هذه المسألة بالصورة الهادئة، واعتبر أنه هذان البيانان ليسا متناقضين. بيان جهاز المخابرات العامة أشار إلى حيثيات التي أدت إلى هذا الاحتجاج، وكذلك بيان السيد وزير الإعلام الثقافة والإعلام في هذا الإطار، وأنه لا بد أن المواطنون ينساقوا للبيانات الرسمية ولا يعتدوا لما يشار في الميديا من صور قد تكون بعض هذه الصور تعطي مزيد من البلبلة. الآن الوضع يعني في سبيله إلى الاستقرار، وليس هناك أي يعني مواجهات تجري. كما ذكرت يعني إحدى الفضائيات مراسلها ذكر بصورة مباشرة أن هناك تبادل إطلاق النار ما بين القوات المسلحة والمحتجين في الداخل، وهذه غير حقيقية. الآن نأمل أنه يرعوي هؤلاء ويعودوا إلى رشدهم، وبعد ذلك لكل حادث حديث. جميل.
يعني في سبيل استتباب الأمر وعدم تكرار هذه المواقف التي تهدد الأمن والاستقرار للمواطن. طيب الآن ينضم إلي عبر الهاتف الزين كندوة من مدينة الأبيض، الصحفي من مدينة الأبيض، الأستاذ الزين كندوة. أستاذ الزين مرحبا بك في هذه التغطية الخاصة. الأبيض أيضا ربما حسب ما استمعنا أنها نالت نصيبا أيضا من التوترات الأمنية، لا تزال حتى الآن، هل لك أن تؤكد أو تنفي؟ أولا أهلا وسهلا بكم، والتحية لكل شهداء الثورة، والتحية لكل الشعب السوداني الصابر. فيما يتعلق بالأوضاع بالأبيض، الأوضاع الآن هادئة جدا، وفور يعني حدوث هذه الأحداث شرعت لجنة أمن الولاية بقيادة الوالي الطيب عبد الله كركساوي لاجتماع طاري بكل هيئة لجنة الأمن بالولاية، وتم احتواء الموقف والإخوة المحتجون أرسلوا وفد لهم وتم اجتماع مشترك معهم ووصلوا لتفاهمات نتوقع أن تزيل الأزمة، والآن لا يوجد توتر ولا يوجد إغلاق للشوارع. طيب، طيب كان هل كان هنالك توتر في ساعات الصباح الأولى اليوم؟ الواضح أن الأمر كان ظاهرا هو مرتب وهنالك تنسيق، يعني من خلال متابعتنا لمجريات الأحداث سواء كان بالخرطوم أو بالأبيض، يعني لذلك كان من الطبيعي جدا أن يكون هنالك إغلاق للشارع الشارع المؤدي إلى قرب السودان، ولكن فور ما أجل هذا الشارع والآن المارة تمر عادي جدا لكل الأحياء. لا لا، لم يكن هنالك يعني لم يكن إطلاق للنار، لم يكن هنالك أصوات لطلقات رصاص كما حدث في الخرطوم. بالتأكيد ليس هنالك إطلاق للنار، ليس هنالك أي مشاكل أخرى تؤدي إلى اختلال الأمن، والآن الأمن يعني تحت السيطرة، وكما ذكرت لك تم اجتماع يعني أو التام اجتماعا بين لجنة الأمن وممثلين لهؤلاء التابعين للمحتجين، وتم اتفاق يعني حتى الآن. طيب هذا يعني أنه بطبيعة الحال، عفوا على المقاطعة، بطبيعة الحال لا يوجد فرض لحال الحظر التجوال، أم هنالك فرض؟ أكيد نعم، أكيد لا يوجد أي فرض، ولكن أنا أسمح لي أن أقول هنالك خطأ مزدوجا تم من قبل، يعني لا يمكن أن يكون هنالك عسكريا بالخدمة ولم تساوي له حقوقه ولم تستلم منه عهده ولم تتم له إجراءات إدارية وإجراءات فنية، وتفاجئوا بأن اليوم استلم مبالغ وهي مبالغ حسب ما هو متداول هي مبالغ زهيدة جدا ولا تفي إلى حاجته ولا تفي إلى سنين خدمته وإلى آخره، لذلك هنالك خطأ مزدوجا. لذلك يجب أن إذا كانت هنالك جهات ترغب في الحل الاستراتيجي وتريد أن تحافظ على الأمن وتحافظ على النسيج السوداني أن تعالج هذه الأزمة الموجودة الآن، يجب أن لا ننصرف إلى هو تمرد ولا تعنت ولا عظم رضا ولا غيره، إنما يجب أن نبحث في جذور الأزمة الحقيقية التي ساغت هؤلاء الجنود إلى أن يكونوا في هذا الوضع، يعني بغض النظر عن تسميته بالتحديد. لذلك بالأهمية بمكان أن نبحث في جذور الأزمة، هل هنالك إشكال لم يكونوا مسكنين أصلا في الهيكل الوظيفي؟ هل هنالك يعني إشكال إداري فني لم يبحث القضية في أساسها؟ أم هنالك يعني جهل في هذا السياق، أو هنالك تعمد أن تحصل هذه البلبلة؟ لذلك في تقديري يجب أن نبحث القضية باتجاهات ومسارات مختلفة حتى نصل للأزمة الحقيقية وكيفية معالجتها استراتيجيا، لأن الآن الوضع السوداني وضع فيه كثير جدا من الأزمات والحشاشة. لذلك هذه الثورة السودانية التي ضحى من أجلها شباب في مختبر العمر يجب أن نرعاها ونحافظ عليها محافظة حقيقية تضمن لنا العبور السوداني إلى بر الأمان. نعم، طيب شكرا جزيلا، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الزين كندوة من مدينة الأبيض الصحفي، أعطانا معلومات وافية عن ما يجري الآن
في مدينة الأبيض. ربما أبرز ما قاله زين أنه لا صحة لوجود أي توترات اليوم في مدينة الأبيض، لكن كان من الطبيعي، هو حلل هذا الأمر، أنه من الطبيعي كان أن تغلق الطرق المؤدية للمقار العسكرية تحسبا لأي شيء، لكن رفع هذا الإغلاق، لا يوجد حظر تجوال ولم تسمع ولا طلقة واحدة منذ صباح اليوم في مدينة الأبيض. نشكر أستاذ زين كندوة الصحفي، زميل الصحفي من مدينة الأبيض. طيب ننوه أيضا إلى هذا الخبر من إحدى مصادرنا، المصادر الخاصة للسوداني 24 من جهاز المخابرات العامة، أشار لنا هذا المصدر أنه هنالك مفاوضات تجري الآن يقودها الفريق أو الركن أبو بكر دنبلاب مدير عام جهاز المخابرات العامة مع المحتجين المتواجدين في المقار التابع لهيئة العمليات في الخرطوم وفي كافوري. ربما يتوقع في غضون ساعات أن تخرج تسفر هذه المفاوضات عن نتائج على الأرض. هذه الأخبار من هذه المصادر، هل يمكن التعويل عليها سعادة الفريق؟ نعم، كما ذكرت هذه المفاوضات بدأت منذ وقت مبكر بعد عملية الاحتجاجات، وكما جرى في الأبيض، طبعا معروف أن الأبيض هي أكبر مركز خارجي للعمليات، قوة العمليات في خارج الخرطوم، وبالتالي كانت هذه التحركات كانت متزامنة في نفس التوقيت. أعتقد أن ما يقوم به السيد الفريق أول أبو بكر هي في إطار حلحلة الموضوع ووصول التفاوض بقمة الجهاز، معنى ذلك أن المفاوضات وصلت إلى يعني مستويات إيجابية كبيرة، وأتوقع أن تنفرج الأحوال بصورة سريعة جدا. وهذه المسألة هي متوقفة على إمكانية تعديل هذه الفئات، وبالتالي لأنه مطالبه هي فقط عملية تعديل الفئات، لأنه في السابق كانت هناك طروحات لدى هؤلاء إما تنسيبهم إلى قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة أو عملية بقائهم جزئيا بسيطا أو إحالتهم إلى التقاعد، واختار هؤلاء الذين اختاروا الخروج من النظام العسكري، وبالتالي كان رفضهم لهذه التعويضات. سعادة الفريق، أعطنا يعني إن كانت لديك معلومات متوفرة عن هيئة العمليات، ما هي هذه الهيئة؟ هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، متى أنشئت؟ نعم. تعداد قواتها، نوع السلاح؟ هيئة العمليات أساسا أصلا معروف أنه أي جهاز مخابرات لديه قوة عسكرية، يعني في طبيعة قوات المخابرات يعني أو أي جهاز مخابرات لديه قوة عسكرية تعمل في عملية التأمين في العمليات الأمنية بسلاح شخصي وما إلى ذلك. في إطار التطورات المتلاحقة منذ يعني لكن نهاية تسعينيات القرن الماضي كانت تقوم بمهام قتالية، عفوا عن المقاطعة. نعم، ما أجيك في هذا، قتالية مباشرة. نعم، في تسعينيات، نهاية تسعينيات القرن الماضي عندما اشتد أوار العمليات العسكرية مع الحركات المسلحة، كانت هناك عمليات يعني دعم للقوات المسلحة وإسناد للقوات المسلحة، وبالتالي نشأت هذه القوات بصورة بسيطة جدا. ولكن قبل تقريبا 2003 و2004 تكثف هذا العدد بصورة كبيرة، هي يعني العمليات العسكرية كانت منتشرة بصورة كبيرة، وكذلك المسألة المتعلقة بمكافحة التهريب السلاح والهجرة غير الشرعية، لذلك يعني انتشرت قوات العمليات بصورة كثيفة، حتى امتداد للتسليح، حتى تغير نظام التسليح إلى تسليح حربي، وبالتالي كانت نشأت هذه القوات بصورة كبيرة، حتى وصل العدد إلى حوالي 12 إلى 13 ألف عنصر. وهذه القوات كانت من 12 من يعني حوالي 13 ألف 13 كلهم يعملون في مهام قتالية، يعملون في العمليات، سواء كانت في عمليات تأمين البترول، في عمليات حراسة الحدود من التهريب، تهريب السلع، تهريب الوقود، تهريب السلاح، وكذلك عمليات مطاردة عصابات الهجرة غير الشرعية، وفي الآخر جاءت شاركت معها قوات الدعم السريع بصورتها المعهودة. هذه القوات طبعا عندما أتت فكرة هيكلة الجهاز، كانت عملية إزالة هذه الهيئة واحدة من عمليات الهيكلة، وبالتالي صدر قرار بإعادة الهيكلة وتم إعطاهم هذه الخيارات.
يعني أخذت الإدارة فترة طويلة في عملية ترتيب الأوضاع الإدارية والعمليات المكافآت حسب سنوات الخبرة، وحددت فئات، ثلاثة فئات محددة لهذه العناصر حسب سنوات الخبرة، وهم طبعا كانوا يعني يضعون في آمالهم مبالغ كبيرة حسب الوضع الاقتصادي وتدهور العملة السودانية، وبالتالي عندما يعني وضعت هذه المبالغ حسابيا وجدوا بأنه هذه بعيدة عن تلك الطموحات، وبالتالي كان هذه العملية، وهي طبعا مرفوضة مسلكيا ومرفوضة في ظل الانضباط العسكري، ونأمل في إطار التفاوض الذي يجري أن تتم حلحلة هذه المسألة وتعديل الفئات، وبالتالي أو تعويضهم بصورة يعني متدرجة، ممكن تقسيط هذه المبالغ وما إلى ذلك. يعني أعتقد هناك ستكون هناك حلول ترضي هؤلاء، ولكن ينبغي أيضا برضو عملية محاكمات، لأنه هذا يعتبر خروج عن الانضباط العسكري، وبالتالي لكي لا تتكرر مثل هذه المسألة. والبعد الآخر بأنه الفترة الانتقالية لا تحتاج لمثل هذه الأحداث التي تؤدي إلى البلبلة وإلى إثارة الذعر. الكثير جدا من المواطنين الآن يشعرون بعدم الاستقرار نتيجة بأنه يعني هناك أحاديث كانت بأن هناك محاولة انقلابية وحديث ممجوج حول التمرد وهناك مواجهات، كل هذه المسألة لا نحتاجها إلى هذه الفترة التي نحتاج فيها إلى استقرار، وخاصة إنه الحكومة مقبلة على التفاوض مع الحركات المسلحة اللي هي طبعا هذه قوة يعني ينبغي أن لا تخرج عن الإطار العسكري. نعم. كما هو موجود يعني. طيب ماذا عن الاعتاد العسكري لهذه القوات؟ يعني سمعنا أن لديها أسلحة ثقيلة ممكن إليها، لديها مدرعات ناقلات جنود ما إلى ذلك. ليس هناك مدرعات، أنا شاهد على العصر كما يقولون. حسب معلوماتي هناك مصفحات يعني معظمها كانت من إنتاج محلي، ووردت برضه مصفحات يعني أسلحة المصفحة دروع خفيفة حاملة للجنود، ولكن كل أسلحتهم الدوشكا والمدافع المعروفة التي كانت تستخدم في الدفاع في السلاح. يعني الأسلحة هي أسلحة خفيفة ومتوسطة. الأسلحة طبعا بطبيعة الحال هي ستعود إلى القوات المسلحة لأنها هي المعنية. طبيعتها متوسطة وخفيفة، لا يوجد أسلحة ثقيلة. أسلحة مدافع، لديهم مدافع كانت تستخدم في العمليات، كل هذه طبعا هذه المدافع لم تستخدم طبعا. نعم. في اليوم استخدمت أسلحة خفيفة التي كانوا يحملونها البنادق، المدافع بطبيعة الحال في هذه المعسكرات تكون في المخازن وليس في متناول أيدي. هنالك صور لآر بي جي وما إلى ذلك. طيب سنعود لتفاصيل كل هذه الأمور. ينضم إلي الآن عبر الهاتف، فاستأذنك واعذرني على المقاطعة، ينضم إلي الآن عبر الهاتف الأستاذ الرشيد سعيد يعقوب وكيل وزارة الإعلام. نرحب بك سيد وكيل الوزارة. بيان سيد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح وصف الأمر بأنه تمرد، في حين أن بيان جهاز المخابرات العامة وصفه بأنه اعتراض من مجموعة داخل جهاز المخابرات العامة. بين هذا وذاك ما هي السيناريوهات القادمة؟ أولا يعني قبل أن أعلق على الفرق بين البيانين أو أي تناقض بين البيانين، لابد أن نقول أن ما حدث اليوم أمر خطير، هو أن مجموعة مسلحة تتبع لقوات نظامية تمردت على أوامر قيادتها وخرجت بأسلحتها إلى الشوارع وقامت بترويع المواطنين. هذا أمر خطير لا يجوز من التعامل معه بنفس الفرامة وبنفس القوة التي يتوجب فيها التعامل معه. ما أقوله أن بيان جهاز الأمر والأمن جهاز المخابرات العامة صدر مبكرا قبل أن تتوفر كافة المعلومات عن حجم وطبيعة هذا التحرك، بينما بيان الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة صدر بعد أن تم يعني جمع كل المعلومات ومعرفة حجم هذا التحرك، والذي لم يكن مصادفا لأنه تم في أكثر من 4 مواقع مختلفة في وقت واحد وفي مدينة خارج الخرطوم أيضا في وقت واحد، وبالتالي لابد من تحقيق شفاف، تحقيق سريع من أجل تحديد المسؤوليات في هذا الخلل الأمني الكبير الذي شهدته العاصمة الخرطوم اليوم.
طيب ما هي السيناريوهات القادمة التي يمكن أن تكون موجودة وأنت تعلم أن هنالك قضايا للسلام الآن تفتح، هنالك معاش الناس، قضايا اقتصادية، هنالك مسألة الموازنة، هنالك قضايا مصيرية تهم المواطن الآن. هذا الأمر ربما يدخلنا في تساؤلات عديدة عن الأوضاع الأمنية، عن مستقبل الأوضاع الأمنية خلال الفترة الانتقالية، كيف يمكن الحفاظ على هذا النسيج؟ أولاً لابد أن نقول أن قضايا أمن المواطن واستقرار الأوضاع السياسية في البلاد يتقدم على ما عداه. لا يمكن أن نتحدث عن تحسين الأحوال المعيشية أو عن تحقيق السلام إذا لم يكن هناك أمن، وإذا لم يكن المواطن يشعر بالأمن في حياته اليومية. أقصد في بالأمن هنا يعني الأمن بمفهومه الواسع، سلامة الشخص ويعني وعدم تعرضه لمخاطر وقدرته على الحركة بحرية، كل هذه الأشياء لابد أن تتوفر الحد الأدنى من الأمن، الأمن الشخصي والأمن الجماعي والأمن المجتمعي قبل أن نتحدث عن القضايا الأخرى. وبالتالي أنا أعتقد أن الأولوية الآن لهذا الملف يجب أن يتم تحقيق شفاف كما قلت حتى تحدد المسؤوليات وحتى لا يتكرر مثل هذا الحدث، وحتى لا يعتقد البعض أن النظام عندما يكون ديمقراطيا لا أنياب له ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. طيب أستاذ الرشيد، الآن سمعنا عن انعقاد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع، هل هنالك تنسيق مشترك معكم كمكون مدني في هذه الحكومة أم أن هذا الاجتماع هو شأن يخص العسكريين؟ مجلس الأمن والدفاع يضم وزراء من في عضويته وزراء من الحكومة المدنية، هناك تنسيق كامل بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، ورئيس الوزراء في الرسالة أو في التغريدة التي أطلقها قبل قليل تحدث عن تمكين أن هذه الأحداث تؤكد على ضرورة تمتين الشراكة ما بين المكونين العسكري والمدني، وعلى ضرورة أن تكون القوات النظامية قوات منضبطة في تعاملها مع السلطة الموجودة في البلاد. نعم، أخيرا أستاذ الرشيد، هل لديكم معلومات كحكومة عن بدايات هذا التوتر أو هذه الأوضاع الأمنية السيئة اليوم؟ إن كانت هناك أي إصابات، المستشفيات، ما إلى ذلك؟ حتى الآن كل المعلومات التي لدينا تقول أنه لا يوجد جرحى ولا يوجد قتلى، لا بين المواطنين ولا بين القوات النظامية ولا حتى في أوساط القوى المتمردة. لم تسجل أي حالات حتى الآن لا في المستشفيات أو في خارجها. نتمنى أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد. والآن أنت كما تلاحظ أن إطلاق الرصاص قد خف كثيرا أو أصبح منعدما منذ أكثر من ساعة، وأن هناك الآن محاولات تواصل قوات قيادة القوات. هل هنالك الآن باعتبار أن الجهاز، اسمح لي، جهاز المخابرات العامة، اعذرني على المقاطعة أستاذ رشيد، جهاز المخابرات العامة هو أحد مكونات الحكومة الانتقالية، هذا يجعلني أسأل الآن، أسألك هل الآن سمعنا عن وجود مفاوضات الآن بين مدير الجهاز وبين المحتجين؟ ليست هناك مفاوضات يا سيدي، ليست هناك مفاوضات، هناك اتصالات تجري مع بعض المجموعات التي رفضت تسليم سلاحها والتي رفضت التخلي عن سلاحها من أجل أن تقوم بتسليم سلاحها بشكل سلمي لتفادي إراقة، أي إراقة للدماء، وهو ما نتمناه، أن يتم الانتهاء من هذا التمرد بشكل سلمي دون الحاجة إلى إطلاق أي رصاصة من قبل القوات النظامية ودون أن يسقط أي قتيل أو جريح جديد في مثل هذه المعارك العبثية التي يحاول البعض جرنا إليها. نعم، شكرك جزيل الشكر الأستاذ الرشيد سعيد يعقوب وكيل وزارة الإعلام، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. سعادة الفريق حنفي أعود إليك مرة الأخرى، عامل الزمن في مثل هذه الأوقات هو عامل حاسم جدا، يعني عامل مقلق. نعم، يعني كل هذه التفاصيل أنتم كعسكريين تنظرون إليها من وجهة نظر، لكن المواطن الآن يعني يده على قلبه، ما من فرد في الخرطوم حتى اتصلت عليه أسرته. نعم، حتى تطمئن عليه. تذكرنا الأيام السوداء. صحيح، نعم، هذه الأحداث يعني المؤسفة يعني هي أصابت الهلع بالمواطنين، وخاصة في إطار يعني طبعا في بداية الأحداث لم يكن هناك بيان واضح، إلى أن صدر بيان مبكر لجهاز المخابرات العامة وعقبه بعد فترة بيان الحكومة عبر سيد وزير الثقافة والإعلام.
المواطنون في ظل الفيديوهات التي انتشرت وكان هناك هلا كبير، وبالتالي كلما تطول فترة هذا المسألة يعني سلبيا تؤثر على حركة المواطنين، وخاصة مع قفل الطريق المطار جزئيا مع حركة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. أعتقد أنه هذه المسألة ستكون يعني رغم سلبياتها ستكون نقطة مفيدة جدا لكي يعني إعادة النظر في كثير جدا من الإجراءات وعملية يعني مزيد من التلاحم والتنسيق ما بين المكون العسكري أو القوات المجلس العسكري السابق اللي هي طبعا مكون العسكري في مجلس السيادة ومكون المدني الذي كما ذكرت يعمل في توائم تام مع كذلك مكون الآخر وهو مجلس الوزراء. أعتقد أن الآن الصورة يعني تتطلب مزيد من التلاحم من التنسيق وتفويت الفرصة على من يريد تعويق هذه المسألة والتشويش عليها بأنه هذه المسألة لا تعود إلى استقرار المنطقة، وبالتالي التفات إلى أمن المواطن هو المرحلة المهمة، وبعد ذلك يعني السير قدما في ترتيبات المرحلة الانتقالية بصورة هذه الصور. هذه الصور اعذرني على المقاطعة، ربما نتابع هذه الصور سعادة الفريق، واستمعنا قبل قليل يعني عن لبيان وزير الإعلام عن أنه ينوه للمواطنين الابتعاد عن 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 هذه المناطق. هذا الأمر أيضا ربما يعد أمرا خطيرا إن كان لا سمح الله هنالك أي حوجة لاستخدام الرصاص. أنا أعتقد هذه صور قديمة. لا هي صور ليست هذه الصور، صور قبل قليل عرضت من الخرطوم. طبعا هي حركة المواطنين وسط هذه الحشود والقوات هي أيضا تعيد المزيد من البلبلة والإثارة والقلق لدى المواطن أن عندما يجد أرتال العسكرية تتحرك هنا وهناك، لأنه طبيعة الحال هي أن تكون هذه الشوارع حركة السيارات وحركة الناس هي منسابة بصورة طبيعية، ونأمل في إطار الساعات القادمة أن ينجلي الموقف وأن تعود الطمأنينة. ويمكن بيان السيد وزير الإعلام في نهاياته كان ينادي بأن لا يلتفت المواطنون للشائعات التي قد تنتشر في ظل الميديا، طبعا هي متناول في يد، والإعلام الآن بدأ يعكس هذه الصورة بصورة كبيرة جدا، سواء كانت المحطات الفضائية المحلية أو الدولية هي تكثف هذه المسألة. ونأمل إن شاء الله أن ينجلي الموقف بصورة كبيرة جدا، وبعد ذلك تبدأ الإجراءات كما ذكرت وأؤكد على ذلك. لا بد أن تكون هناك إعادة قراءة لهذه المسألة ومحاكمات، لأنه هذا الخروج عن المسلك والانضباط العسكري غير مطلوب في هذه المرحلة التي يعني نحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار. المواطن الذي صبر كثيرا جدا على منجزات هذه المرحلة، وبالتالي الانتقال إلى فترة أكثر استقرارا للبلاد يعني. طيب قام معي سعادة الفريق، قبل أن ننتقل إلى ضيفي عبر الهاتف ننوه أن سيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أصدر بيانا قبل قليل، بيانا أيضا قصير، والبيان الثالث القصير اليوم، حيث طمأن المواطنين أن الأحداث التي وقعت اليوم هي أحداث تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة. كان هذا في تغريدة عفوا أو في بيان في تغريدة على المنصات الاجتماعية على موقع على تويتر وعلى فيسبوك. قال أن الموقف الآن أيضا يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية، ربما يقصد بين العسكريين والمدنيين، والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا، وجدد الثقة في القوات المسلحة والقوات النظامية المختلفة. طيب أنتقل الآن إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد يوسف التاي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ أحمد يوسف نرحب بك في هذه الحلقة الخاصة من دائرة الحدث عن متابعة مجريات الأوضاع الأمنية في الخرطوم. بداية، كيف هي الأوضاع الآن في شوارع الخرطوم وماذا ستسفر عنه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هناك الآن توتر في الشارع، وفي حالة رعب، والمواطن الآن يشعر بأنه في يعني عدم اطمئنان، وده دليل على أنه الجهات الرسمية زي بيان وزير رئيس الوزراء ووزير الإعلام كلها لم يعني
إعلانات بياناتهم بتدل على إنه يعني في حالة بتاعت بلبلة وخوف، بالتالي هذه البيانات هي مجرد تطمين. لكن دعنا نقول أولا يجب التأكيد على الحقوق، مسألة الحقوق هذه تؤخذ بالقانون. أما التصعيد بهذه الطريقة من قوات نظامية لا يمكن النظر إليه يعني بحسن نية أصلا، خاصة إذا نظرنا إلى طبيعة هذه القوات وطبيعة تكوينها، هي أصلا قوات قوة وانشئت لحماية النظام المخلوع، وبالتالي بأي حال من الأحوال لا يمكن النظر إليها بحسن نية أو مسألة بتاعت حقوق. الأمر تجاوز مسألة الحقوق إلى إحداث فوضى، وهذه الفوضى والآن حقق يعني هذا التحرك من هذه القوات حقق جزء، أقول جزء من الأهداف بتاعته اللي هو إثارة الفوضى والبلبلة، والآن هناك الشارع غير مطمئن يعني، والحديث عن انفلات أمني. طيب ماذا تقصد بأنه حقق أستاذ أسعد، أستاذ يوسف عفوا أحمد، ماذا تقصد أستاذ أحمد بأنه حقق جزءا من أهدافه؟ ما هي الأهداف؟ نعم، الأهداف إثارة الفوضى وزرع الزعر في نفوس المواطنين، حتى إن المواطن عندما يشعر أهم قيمة للإنسان في وطنه إنه يشعر بالأمن. لما الإنسان الآن يشعر بأنه في خوف وفي الرعب، ده واحد من أهداف هذه التحركات. صحيح أنا أفتكر إنه يعني هناك حقوق، لكن اتخذت ذريعة وتغطية لحدث ما تم في رأيي. طيب من المحرك يعني أستاذ أحمد؟ من تعتقد أنه يحرك هذه المسألة؟ لا تحتاج إلى محرك؟ يعني هؤلاء مجموعة من الجنود وضباط الصف والرتب الصغير، من يحركهم يعني؟ أنا أنظر إلى طبيعة تكوين هذه القوات. هذه القوة تكوينها مختلف أصلاً، هو انشأت وعندها ولا يعني عندها ولا، لا يمكن أنا يعني إذا أنظر لأي فعل تقوم به بمعزل عن ولاءاتها السابقة وطبيعة تكوينها وأهدافها التي أنشأت من أجلها يعني. هذه مسألة افتكر يعني هناك مؤشرات كثيرة جدا تصف في هذا الاتجاه يعني. نعم نعم، ابقى معي أستاذ أحمد يوسف التايل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أعود إليك سعادة الفريق، استمعت إلى حديث أستاذ أحمد يوسف التايل، ربما هذا يعكس أيضا وجهات نظر في الشارع موجودة وربما تتسع أيضا. أن في هذه التوترات لماذا لم تحدث إلا في الفترة الانتقالية الآن؟ لماذا لم يحدث؟ لم تسمع قعقعات الرصاص هذه في أنحاء المدينة إلا حينما أتت الحكومة؟ طبعا أول شيء بطبيعة الحال يعني هناك يعني بعد الأحداث الثورة في بداياتها يعني الوضع الأمني بات مستتبا بصورة كبيرة جدا. هذه التوترات يعني بطبيعة الحال حدثت من هذه الفئة نتيجة ل مطالبها التي ذكرناها يعني في بداية الحوار، هي متعلقة بحقوقهم لدى جهاز المخابرات العامة، وهم يروا بأن هذه الحقوق لا تتواءم مع ما يستحقونه، وهي طبعا جهاز المخابرات أعطت هذه الحقوق وفق الرتب وفق الحقوق المعروفة التي تعطى في نهاية الخدمة حسب سنوات الخدمة وحسب الرتبة العسكرية لهؤلاء. أنا لا يعني لا أعتقد بأن هناك لدى هؤلاء أهداف لعملية وليس هناك محرك لهم، هذه لا أتوافق مع أخ الأستاذ فيها. يعني هؤلاء يعني هم نعم يعني كانوا يعملون في ضمن قوات العمليات الخاصة في العمليات التي ذكرناها بصورة مفصلة، لكن ليس هناك دوافع من جهات ما. هذه مثل هذه المسائل تقودنا إلى مزيد من الاضطراب الداخلي ومزيد من التفكك الداخلي، ولا نحتاج إلى أن نسوق أو أن نسوق لمثل هذه العبارات. هذه فئة عسكرية تمردت على المطالب التي ذكرت أو الحقوق. طيب التي إليك هذا الخبر العاجل سعادة الفريق، ربما لم تسمع عنه حتى الآن، وردنا الآن من عدد أيضا من الصحفيين حيث وردت أنباء عن قيام هيئة
عناصر من هيئة العمليات المتمردة بالاستيلاء على عدد من حقول النفط في ولاية غرب كردفان, تحديدا حقلي حديدة وسفيان. هذا الخبر إن صح يضعنا في مكان آخر. هذه إن صح هذا الخبر, هي طبعا بطبيعة الحال جزء من أفراد الجهاز يعملون في حراسة حقول البترول وخطوط الأنابيب. يعني قد يكون من هؤلاء, لكن هؤلاء هم في الخدمة. قد يكون هؤلاء مثلا إذا صح هذا الخبر قد يكون من الذين تم إنهاء خدماتهم, وهذه المسألة تحتاج إلى تأكيدات. لكن المعروف بأنه هناك عناصر من مخابرات العامة, من عناصر قوات مخابرات العامة, هم يقومون بحراسة وتأمين المناطق البترول وخطوط نقل البترول. ننوه أيضا أنه قبل قليل, يعني نتابع كل وقت في الصور التي ترى أمامكم, ودخول سيارات دفع رباعي, سيارات كبيرة للدفع الرباعي مثل التي يعني يقوم باستقلالها من المسؤولين, تتقلل المسؤولين تخرج من داخل محيط هيئة العمليات ثم تدخل مرة أخرى. ولكن حتى الآن هذا الشارع مغلق تماما, وجود عدد من المواطنين. سيد الفريق, هذه الصورة الآن مباشرة, هذه بكاميرا سودانية 24 مباشرة من لفة الجريف شارع المطار من محيط هيئة العمليات. هذا محيط هيئة العمليات. نعم, هذا محيط هيئة العمليات. طيب, الاستيلاء على حقلي النفط سفيان وحديدة في غرب كردفان, قلنا أن هذه كرة ثلج نخشى أن لا تتدحرج شيئا فشيئا. صح. وأنت خبير استراتيجي, ربما تعلم أن البنوك الأهداف هذه تتغير. صحيح. مع تغير المصالح ودخول لاعبين جدد. أعتقد إذا لا قدر الله إذا وصلت هذه المسألة إلى هذه النقطة تكون مخاطرها كبيرة جدا. وأنا أعتقد أنه يعني هذه تحتاج إلى حكمة في مواجهة مثل هذه التفلتات, وبالتالي إذا صح الخبر ونأمل أن يكون غير صحيح, أن يكون يعني في إطار نوع من الـ يعني تصعيد مواقفهم التفاوضية في أنه يحصلوا على ما يريدون من حقوق, وبالتالي هذه المسألة تحتاج إلى حكمة لمواجهة مثل هذا التفلت, وهو خطورته طبعا موازية أكثر خطورة من مثل هذه, لأنه مرفق اقتصادي كبير جدا. وبالتالي يعني يحتاج هذا الخبر إلى تأكيد في الأول, وبعد ذلك عملية يعني معالجة هذه المسألة تحتاج إلى صبر وإلى نوع من الحكمة لمواجهة مثل هذه التفلتات التي يعني لا تشبه يعني القوات النظامية, ولم يحدث مثل هذه المسألة طوال يعني فترات يعني أنا أعمل منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي ولم يعني أشاهد مثل هذه الحركة, وأرفض مثل هذه المسائل لأنها يعني تؤثر في الأخلاق, ربما تحدثت مرة. نعم. الأخلاق والقيم السودانية. طيب. وقيم القوات النظامية والقوات المسلحة السودانية. طيب, إحدى القنوات العربية نقلت قبل قليل عن تحديدا قناة العربية نقلت قبل قليل عن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق والركن محمد حمدان دقلو حميدتي أنه اتهم مدير جهاز المخابرات السابق صلاح عبدالله قوش بأنه من يقف وراء المؤامرة التخريبية. أستاذ أحمد يوسف التاي, ما رأيك في هذا التصريح أيضا؟ نعم, نعم. عفوا عن المقاطعة, سمعنا أن حميدتي أيضا سيكون له مؤتمر صحفي سيعقده من جوبا, هو موجود الآن في جوبا خلال المفاوضات, يعني يتابع مفاوضات السلام في جوبا, أن له سيكون له مؤتمر صحفي. سمعنا هذا الخبر خلال اليوم تعليقا على ما حدث. أولا تعليقك على ما نقلته العربية. نعم, أنا في رأيي كثير من المؤشرات والمعطيات بتعزز وجهة النظر اللي أدلى بها الفريق حميدتي, لأن هذه المسألة في رأيي لها ظلال سياسية واضحة, وإن كانت يعني نحن يعني صحيح هناك احتمالات كثيرة ومتفاوتة, لكن يجب أن لا نقفل أي من هذه السيناريوهات والاحتمالات. أفتكر التبرير
بأنه دي مسألة حقوق وحقوق بسيطة، متى كانت الحقوق تؤخذ باحتلال المواقع العسكرية وتهديدا من الدولة وكذا؟ أي تبرير زي ده أفتكر ما مقبول، وهذا تساهل، وأفتكر في استرخاء أمني، في استرخاء أمني واضح جدا جدا، خلى هذه الأحداث تصل إلى هذه المرحلة. وفي رأيي الوصف الصحيح إن فعلا محاولة، أنا أفتكر إنه ما حدث هو محاولة، ربما محاولة لتغطية لانقلاب عسكري أو إحداث فوضى تشيل هذه الحكومة وتضعفها وتعيدها إلى وضع ما قبل 11 أبريل. هذه واحدة من السيناريوهات، واحدة من هو الاحتمالات الواردة، يجب أن لا نغفلها. وفي رأيي أن تسليط الضوء على مثل هذه الاحتمالات أدى من أن نبرر لهذه الأحداث ونستبعد أي شيء يحدث. يعني أنا أفتكر أنه يعني تسليط الضوء على هذه الأحداث والاحتمالات لا يجر لفوضى، بقدر ما يجر للفوضى التبرير وإغفال بعض الجوانب الأساسية، وهي احتمالات معززة بكثير من المعطيات وكثير من الوجهات المؤشرات تدعمها يعني بشكل واضح. سيد الفريق حنفي، يعني التبرير ودفن الرؤوس ومن يقود إلى الفوضى، هذا ما قاله أستاذ أحمد يوسف التاي. طيب العربية نقلت أيضا، يعني أسألك عن رأيك أيضا عن الخبر، العربية نقلت عن حميدتي أنه عن اتهامه لصلاح قوش أنه وراء المؤامرة التخريبية، سماها مؤامرة تخريبية، لم تسمى بأنها، يعني أيضا لنقف عند هذا الخبر، نقلته طبعا بطبيعة، تلفزيون بطبيعة الحال يعني في مثل هذه المواقف، يعني قد قول السيد الفريق أو الحميدتي يمكن من مؤشرات بأنه السيد الفريق أو صلاح وهو تقريبا ساهم أو مؤسس هذه هيئة العمليات. نعم هو من أسسها صلاح. أيوة نعم بصورة بهذه الصورة يمكن قاده هذه المسألة. وأنا أعتقد بأنه مسألة يعني هذه المخاطر هي مخاطر كبيرة جدا، وهي مهددة، يعني حتى هي رغم أنها بسيطة وعملت بلبلة بسيطة جدا، لكنها غير مطلوبة في هذه المسائل. لكن أنا لا أقود إلى أنه هناك مؤامرات قد تقود إلى انقلابات عسكرية. أنا أعتقد أن القوات المسلحة والقوات النظامية يقظة بما يكفي بأنه يجهاض أي محاولة لإعادة العقارب الساعة إلى ما الماضي بانقلابات عسكرية، لأن البلاد لا تحتاج إلى مثل هذه المعوقات لهذه الفترة الانتقالية بانقلاب عسكري وما إلى ذلك. بالتالي العكس هو المطلوب، إنه مثل هذه الأحداث هي التي تقوي العلاقة والروابط ما بين هياكل الفترة الانتقالية، وتقوي النسيج الرابط الآن بين المكون العسكري والمدني في مجلس السيادة، وما بين المجلس السيادة ومجلس الوزراء، وفي بالنا الإجراءات المشتريات السلام الجارية الآن في إطار مفاوضات السلام اللي وصلت في مساراتها المختلفة إلى 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 يعني إلى معالجات تفضي إلى أنه يكون فيها. لكن في المقام الأول قبل كل هذه المسائل، قبل أن تأتي الحكومة مثلا للخروج من مأزق الاقتصادي والخدمات وما إلى ذلك، أمن المواطن هو صمام الأمان لكل هذه المسارات. نعم. وبالتالي نحتاج إلى تضامن والثقة المتبادلة ما بين كل هذه المكونات في إطار إخراج هذه الفترة الانتقالية بعيدا عن مطبات التي حدثت في التجارب السابقة، ونفضي إلى مرحلة إلى يعني انتخابات حرة ونزيهة تقود البلاد إلى استقلال حقيقي، يعني 64 عاما وتقلبات من انقلاب عسكري إلى حكومة مدنية وما إلى ذلك، هذه الدوامة التي تتكرر لا نريد لها أن تعاود المسيرة مرة أخرى. نعم. ولدينا كل هذه المزالق التي وجدنا جميل. فيها. طيب أستاذ أحمد يوسف التاي، أخيرا قبل أن يعني نودعك في هذه المداخلة، هذه المسألة إذا قارناها، هذا الوضع اليوم، الوضع الأمني الخطير، إذا قارناه مع مسألة
يعني الولاء العسكريين والولاء المدنيين أيضا يفتح سؤالا واسعا، يعني بغض النظر عن السيناريوهات وعن النظريات وعن المسببات، عن مسألة أو احتمالية صمود ولاء مدنيين في هذه الفترة تحديدا، وإلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الخيار راجحا حتى الآن؟ والله أفتكر أنا يعني أي تبرير لأنه المرحلة الآن في فوضى أو الترويج ذاته لأنه في فوضى والوضع ما مستقر وبالضرورة لا بد أن تكون هناك يعني يكون هناك ولاء مدنيين، افتكر ده كله كلام يعني ما بيخدم الثورة ولا أهداف الثورة. الآن الناس متجهين لحكومة مدنية بتأسس وبتبني في دولة مدنية، تأسيس يعني خلق مؤسسات مدنية، مؤسسات يعني لدولة القانون. بالتالي يجب أن يكون الانتقال للدولة المدنية، وأي تبرير ثاني افتكر ما 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 منطقي، ولا نحن مفروض نستسلم لظروف الفوضى. أنا أسألك فقط أستاذ أحمد، أنا أسأل فقط عن من وجهة نظر أمنية وليست سياسية الآن. نعم. سؤالي لك من وجهة نظر أمنية. افتكر ما في ما في ما في ما في تبرير لأنه تعطيل الاتجاه نحو الولاء اختيار الولاء المدنيين. افتكر ده أساس إنه الناس ماشيين في انتقال لحكومة مدنية وبيأسس في مؤسسات لدولة مدنية. يعني أي تبرير لوجود ما خلاص أنت أسهل لما تسير الفوضى. هناك بعض وجهات النظر التي تشير إلى أن هذه القضايا هذه الفوضى مفتعلة لإجهاض الاتجاه الرامي لتعيين ولا، وهذا كله يعني أفتكر أنا يعني الأساس هو حسم الفوضى وعدم التساهل وعدم الغفلة الأمنية، يعني منع الغفلة الأمنية والاتجاه في الدولة المدنية. شكرا جزيلا الانتقال. نعم أشكرك جزيلا. شكرا أستاذ أحمد يوسف التائي كاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. نعتذر على مقاطعة نسبة لعدد من الاتصالات التي نقوم باستقبالها. ننوه أن كاميرا سودانية 24 موجودة الآن في شوارع الخرطوم، إحدى الكاميرات موجودة في محيط هيئة العمليات، نحن سنقوم أيضا بالدخول عليهم فنيا، وريثما يكون الزميل مصطفى الزواوي جاهزا سنقوم بالتواصل معه على الهواء مباشرة. سعادة الفريق حنفي، الآن يعني الآن الأوضاع الأمنية في السودان تزداد يوما بعد يوم سوء. تجمع المهنيين السودانيين أصدر بيانا قبل قليل قال أن له أو لديه معلومات عن إنزال مجموعة من عصابات النيغروس لإثارة الذعر والبلبلة في الخرطوم. هذا البيان الآن الذي قام تجمع المهنيين بنشره لا 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 يفتح الباب واسعا عن من، يعني تجمع المهنيين حتى لم يقل من قام بإنزال هذه العصابات، ولكن عصابات نيغروس، أوضاع أمنية كما تبعت، سرقات، حوادث قتل لا يعلم من الذي قتل. نعم. حوادث قتل بطريقة بشعة بدأت تظهر هذه الأيام. الآن قعقعة الرصاص في أطراف المدينة يا رجل، كل يوم هذا إذا تابعنا تصاعد هذه الأحداث أمنيا وتيرتها هي وتيرة متزايدة وليست منخفضة سيد حنفي. نعم. طيب ماذا يعني هذا الأمر من وجهة نظر استراتيجية؟ طبعا بطبيعة الحال دائما عندما تكون مساحة الحريات يعني خاصة في إطار الثورات والانتفاضات المعروفة يعني تكون قبضة الدولة تكون خفيفة كثيرا جدا، وبالتالي اتساع مساحة هذه الحريات يعني يستغلها ضعاف النفوس. نعم. ومثل معتادي الإجرام هذه عصابات النيغروس هذه كانت موجودة. يعني لفظ إنزال هذا لا تتفق. نعم. نعم. عملية الإنزال. نعم. طبعا هذه برضها يعني أنا لا 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 أتفق مع إثارة مثل هذه المسائل لأنها برضها تزيد مزيد من البلبلة لدى المواطنين. نعم حصلت هناك تفلتات كبيرة جدا يعني في الفترة الماضية، عمليات الهجوم على العناصر المختلفة التي قضايا الكثيرة، ولكن أعتقد في الأسبوع الماضي كان هناك توجه من سيد رئيس الوزراء لقوات الشرطة، والآن هناك انتشار كبير جدا لقوات توجيه الذي ظهر بعد لقاء سيد رئيس الوزراء بقوات
قوات الشرطة الآن يعني نعم معنويا كانت قوات الشرطة يعني كانت هناك احتكاكات واستفزازات من بعض المواطنين أدت إلى اهتزاز نوعا ما في 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 ذهنية الشرطي، ولكن الآن هناك انتشار كثيف لقوات الشرطة في كثير من الواقع وتقوم بدورها يعني في تطمين المواطن وبصورة كبيرة جدا. لكن مثل هذه الأحاديث عملية الإنزال والثورة المضادة نعم هناك من يعارض أو من لا ينتفع بأن تسير الفترة الانتقالية باستقرار بأن يكون هناك أسباب يكون معوقات وما إلى ذلك، ولكن أن لا نلتفت ونضرب مثل هذه الذي يقوم بمثل هذه المسائل بالقانون، لأنه كل هذه مؤشرات لمزيد من الفتنة لدى المواطن. جميل، ابقى معي سعادة الفريق، أعتذر منك على المقاطعة. الآن ينضم إلي من محيط إحدى مقرات هيئة العمليات، تحديدا مقر هيئة العمليات الذي يتبع لجهاز المخابرات بالخرطوم، ينضم إلي الزميل مصطفى الزواوي. مصطفى مرحبا بك، مساء الخير. بداية، كيف هي الأوضاع الآن في المحيط؟ يعني نستمع بين الفينة والأخرى، ومقر القناة كما تعلم هو قريب من هذا الموقع، نستمع بين الفينة والأخرى إلى بعض أصوات طلقات الرصاص. صف لنا الوضع له. مرحبا راشد، مساء النور عليك وعلى كل مشاهديك. بالتأكيد هناك أصوات لإطلاق الرصاص، ويبدو أنها رصاص متبادل ما بين إدارة العمليات وبين القوات الأمنية الأخرى. صوت الرصاص هو من يعني أجهزة أو أسلحة تكاد أنها تبدو آلية ونصف آلية، وهناك أيضا يعني رصاص أطلق أيضا من قبل أسلحة ثقيلة. نعم، هل هي مستمرة حتى الآن يا مصطفى؟ كثير من المشاهدون حتى الآن وأعتقد بأن اللحظات القادمة راشد سنستمع، لأنه هناك الكثير من طيب صف لنا مصطفى، اعذرني على المقاطعة، يعني صف لنا هل هي اشتباك مثلا أم أنها أصوات تأتي من طرف واحد؟ هل هنالك اشتباك بين القوات الذي الموجودة الآن خلفك؟ بالطبع نتمنى لك السلامة ولكل الفريق وحتى المواطنين الموجودين من خلفك تأكيد. مباشرة. نعم تفضل. نعم، الأصوات يا راشد هي من اتجاهين مختلفين، لذلك أنا أعتقد بأنها يعني هي إطلاق رصاص متبادل، ويعني إذا ما شاهدت في هذا المحيط هنا في اتجاه شرقي مطار الخرطوم كان هناك إطلاق رصاص مكثف جدا، يبدو أنه قد أطلق من يعني سلاح ثقيل من نوع الدوشكا، لأن الدوشكا لها صوت مألوف يعني. نعم، هناك أيضا يبدو يعني سيارات هي سيارات حكومية لأجهزة حكومية. هذا ما أود أن أسأل عنه، هل هنالك عربات دستورية عربات رسمية؟ لأننا كنا نتابعها من صورتكم الآن، يعني تدخل وتخرج عربات دفع رباعي دستورية رسمية. صف لنا حركة هذه السيارات مصطفى بما رأيته بعينك. يعني نعم، هناك هذه السيارات راشد، يعني أعتقد أن هناك سيارة قادمة. هناك سيارات هي حكومية دستورية، لكن لا نعلم ما الذي هو بالسيارة. يعني راشد هل تسمعوني جيدا؟ لأني أسمع تردد لصوتي. نعم نعم مصطفى أسمعك. هناك سيارات حكومية قدمت بشكل مكثف، يعني هي أكثر من سيارة، لا نعلم من الذي هو، لكن تبدو هي سيارات دستورية. هناك أيضا وجود مكثف للمواطن هنا في من خلفي، المواطنون قدموا من أجل الوقوف حتى لا يتضرر أي شخص. حركة تنسف، وأيضا يعني المواطنون الآن هم يعملون في وظيفة نقل السير وتسيير الحركة، أيضا شكلوا حاجز حتى. طيب مصطفى اعذرني على المقاطعة مرة أخرى، نريد أن تعلم يعني الوقت قصير، نريد أن نستفيد من أكبر قدر من المعلومات الموجودة لديك زميلي مصطفى. أود أن أسأل أيضا، استمعنا أو شاهدنا في منصات التواصل الاجتماعي عن وجود حالة إصابة لطفل يبلغ 11 عاما بشارع بيت ختم قبل قليل، هل لديك أي معلومات عن وجود أي إصابات في محيط هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات؟
لا معلومات الآن عن أي إصابات من القوات النظامية أو من المواطنين. يا راشد، الرصاص الذي يعني إذا سمعت صوته قبل قليل هو ينطلق الآن من محيط إدارة العمليات في الاتجاه الشرقي، أي الاتجاه الموازي لشارع عبيد ختم. طبيعة القوات الموجودة من خلفك، هل يمكن أن تحدد مصطفى، هل يمكن أن يعني أن تحدد لنا هل هي في حالة هجومية أم أنها فقط في حالة دفاعية؟ هل لأننا نرى وجود سيارات عسكرية، ولكن أيضا هنالك مواطنون وهنالك سيارات تقوم بالمرور من أمام هذه السيارات العسكرية، مما يشير ربما لعدم وجود هجوم الآن في اللحظة التي تتحدث فيها أنت الآن. القوات الآن يا راشد هي في حالة دفاعية بحسب يعني الصورة التي هي من خلفي الآن، هي في حالة دفاعية وحالة يعني للتغطية والحماية حتى يعني لا ينساب المواطنون من هذا الطريق. نعم، أخيرا ما هو شعور المواطنون الذين قمت باستنطاقهم مصطفى؟ نعم، تحدثت لعدد من شهود العيان راشد قبل قليل، هم قد قدموا هنا منذ الساعات الأولى، وهناك من يعني يعمل في هذا المبنى الذي أنا أقف فيه تماما. المواطنون هنا هلعون لدرجة يعني لا أستطيع وصفها، ومنهم من يعني قد تدرب على إذا ما يعني لم يعني يخونني التعبير، تدرب على حالة وهذه الحالات التي يعني كانت تحدث في قيادة يعني في اعتصام القيادة، سماع الرصاص وكذلك الإصابات التي كانت يعني تحدث في اعتصام القيادة العامة. وهناك مواطنون منشغلون بالتصفيق، وأبرز الهتافات بأن يعني يقولون أن يعني الترس دما بتشال الترس وراه رجال، وهناك أيضا من يقولون أن يعني حمدوك مالو حمدوك بل الكيزان، لا أعلم يعني ما علاقة حمدوك بهذه الحادثة. لكن طيب هل تحدثت إلى قوات أمنية مصطفى؟ هل القوات الأمنية الموجودة، هل تحدثت إلى ضباط، إلى أفراد في هذه القوات الأمنية الموجودة من خلفك مباشرة عن نيتهم الهجوم، عن عدد القوات؟ يعني أعطينا معلومات عن التعزيزات الأمنية الموجودة حوالي منطقة هيئة العمليات. هذا عدد من يعني الضباط الموجودون هنا من خلفي في يعني لفة الجريف، لم نستطع أن نستنطقهم لأنهم يعني متكتمون للغاية، ويعني هناك أسلحة ثقيلة يا راشد هنا هناك يعني دوشكات، هناك RPG، هناك AK-47 أسلحة هي تبدو آلية، وهناك أيضا أسلحة نصف آلية كذلك، هناك كثير من الأسلحة الثقيلة هنا. عدد المركبات هنا لا يعني يتجاوز 50 مركبة، وهذه المركبات أكرر مجددا بأنها في وضعية دفاع، ليست في وضعية هجوم، وهي الآن بحسب ما أعتقد تشكل حاجز أمني بينهم وبين المواطنين. شكرا جزيلا لك زميلي مصطفى الزواوي، مراسل سوداني 24 من محيط هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالخرطوم. شكرا جزيلا مصطفى على كل هذه المعلومات. أبرز ما قاله مصطفى أن عدد المواطنين الموجودين لا يعني عدد كبير مقارنة مع الحدث، وجود القوات الأمنية في حالة تأهب قصوى في محيط هيئة العمليات، أصوات طلقات الرصاص كانت حتى قبل دخوله أو حتى بعد دخوله على الهواء، ربما تابعتم جزء منها. تجدر الإشارة إليه أنه أكد وجود عربات دستورية ورسمية تدخل إلى محيط هيئة العمليات، تدخل وتخرج كمية من العربات، عربتين كل فترة بشكل عشوائي، لا يعلم من بداخل هذه العربات، وربما هذا يفتح الباب واسعا للتساؤل حول المفاوضات أو المشاورات التي تجري الآن. طيب، مراسل سوداني 24 أيضا من لكن هذه المرة مراسل سوداني 24 من بحري وليس من الخرطوم، أكد لنا قبل قليل وجود إطلاق نار مكثف في مقر هيئة العمليات الموجود بحي كافوري بالخرطوم على الضفة الأخرى من نهر النيل، وجود إطلاق نار مكثف في تلك المنطقة. سعادة الفريق، يعني الأحداث منذ بدايتنا لهذه التغطية إلى الآن ربما وصلت إلى ما وصلت
إليه. كيف تقيم تسارع الأحداث الآن؟ الآن إطلاق نار مكثف في كافور، مراسل سوداني 24 يؤكد لنا هذا الخبر. أولا يعني وحقول النفط وما إلى ذلك، نعم، وأصوات إطلاق النار الموجودة. مسألة دخول عربات دستوريين هذا مؤشر بأن هناك تفاوض، هناك إجراءات للحد من تصعيد هذه المسألة. المسألة الأخرى عملية إطلاق الرصاص أو إطلاق النار بمختلف الأسلحة في داخل هيئة العمليات، سواء كان في كافوري أو في الرياض، يختلف الوضع إذا كان هناك إطلاق الرصاص على الهواء. طبعا هو المراسل لم يؤكد يعني هذه المسألة مواجهة. طبعا القوات التي خرجت من القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، هي في محيط العمليات، هي تأهبا لأي تصعيد لهذه المسألة، ونأمل أن لا تكون هناك مواجهة. لكن استمرار هذا إطلاق النار بهذه الكثافة وإن قلت الحدة، هذا مؤشر يعني ليس جيدا، تطويل فترة هذه المسألة، لكن يطمئننا نوعا ما دخول وخروج هذه السيارات. أنت تستمع الآن إلى صوت؟ نعم نعم، تستمع إليها الآن؟ نعم. هذه أسلحة صغيرة، هذه أسلحة ثقيلة. نعم. أسلحة ثقيلة تؤكد لنا. صغيرة صغيرة. نحن من داخل الاستوديو بالطبع مشاهدينا نستمع من داخل الاستوديو وليس أسلحة من صغيرة. نعم. من الصور، لأن مقر القناة بالقرب من هيئة العمليات. نعم. وأعتقد استمرار هذه أسلحة ثقيلة. نعم. صغيرة صغيرة صغيرة. أيوة يعني كلاشينكوف بنادق. أيوة. نعم. يعني عملية استمرار إطلاق الرصاص هو مؤكد بأنه التفاوض أو لم يصل إلى منتهى، ولكن برضو ما يعني أنا أعتقد حسب ما وصلني قبل أن أدخل للاستوديو بأن خفت يعني تخف قليلا إطلاق النار من ما كان في السابق، كان كثيفا جدا، وكان هناك إطلاق نار يعني بصورة كثيفة، يمكن لاتساع مساحة هيئة العمليات يعني جغرافيا، هو طبعا مساحة واسعة جدا في مدخل هيئة العمليات، هناك المكاتب المختصة، ولكن المعسكرات. نعم. في النصف الآخر. سعادة الفريق. نعم. هنالك أمر آخر ربما أهم أيضا. نعم. استمرار هذه التوترات الذي أشرت إليه قبل قليل استمرت لعدد من الساعات، نحن الآن ندخل ربما لساعات طوال 8. نعم. أو 9 ساعات. نعم. منذ بداية هذه التوترات الأمنية، هذا التمرد، هذا الاحتجاج، سمه ما تسمه. نعم. ولكن استراتيجيا ماذا يعني هذا الأمر؟ أننا الآن ندخل في الساعة 9 والآن كل أنفاس السودانيين محبوسة وكل أنظارهم تتوجه صوب المقرات العسكرية وقعقعات الرصاص تسمع في عدد من المدن، هذا المؤشر ماذا يعني استراتيجيا؟ كل ذلك يعني ليس فقط هذه المسألة، ولكن تكثيف الإعلامي الآن، كل منصات الإعلامية. نعم. الآن وجه نحو الخرطوم. نعم. ليس يعني إيجابيا، كل ذلك يعني يقودنا إلى أنه هذه الخرطوم غير مستقرة بمثل هذه المسألة، وهذه صورة سلبية أعتقد. لذلك أنا أؤكد مرة أخرى، لابد بعد إن شاء الله بعد نهاية هذه المسألة لابد أن تكون هناك محاسبة يعني مسلكية عسكرية واضحة جدا، رغم أنه يعني مخاطر هذه المسائل هي مؤثراتها على الوضع الاقتصادي، مؤثراتها على الوضع النفسي. نعم. مؤثراتها على حتى الاستقرار السياسي في السودان، وبالتالي عملية استغلال الجهات المناوية التي لا تود أن تكون هذه الفترة مستقرة، هذه المسألة توظيفها بصورة سلبية، ولذلك لابد من وقفة حقيقية لكل فئات سواء كانت في الحكومة أو في المجتمع المدني، لا بد أن يعوا أن مخاطر مثل هذه المسائل، ولا أن تكون هي معوق لاستقرار المواطن الذي وجد ويلات كثيرة جدا. الآن إذا نظرنا إلى حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية، مؤثراته في أمنه وفي معاشه اليومي، وبالتالي هو نفسيا غير مستعد لمزيد من عدم الاستقرار ومزيد من مؤثراته على حياته اليومية. نعم. وبالتالي لابد أن تكون هناك وقفة
لأن يعي مخاطر مثل هذه المسائل, وبالتالي أن نجلس بعقل ووعي بعيدا عن الإثارة وما يصيره الآخرون من أجندات خاصة وما إلى ذلك, يعود إلى أن الوطن والمواطن الذي تحمل كثيرا لا يستحق أن مزيد من عدم الاستقرار في معاشه. والآن حركة المواصلات توقفت, حركة المواطنون الآن يعني أنا أعتقد يعني المستفيد الأكبر في مثل هذه المواقف في شركات الاتصالات. الآن كل هذه المسائل الآن يودون أن يطمنوا مع بعض, وبالتالي يعني هذه المسألة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى مزيد من الوعي لدى المواطن, مزيدا من الاهتمام بهذا الوطن الذي عانى كثيرا والمواطن الذي صبر كثيرا في مثل هذه المواقف التي تحتاج إلى توحيد المواقف. نعم. بصورة كبيرة جدا. طيب ابقى معي سعادة الفريق, أيضا نعود مرة أخرى ونتذكر بيان الحكومة الرسمي فيصل محمد صالح وزير الإعلام الذي خرج في بيانه للناس وقال أن تحدث عن عدد من النقاط ربما كان أبرزها, ما تتابعون هذا البيان لفيصل محمد صالح؟ نتابع مقتطف منه ثم نعود ونواصل هذه التغطية. قمان نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من مجلس الوزراء. شهدت بعض مناطق العاصمة تمردا لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة, حيث خرجت وحدات منها إلى الشوارع وأقامت بعض المتاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء. وكان جهاز المخابرات قد أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات بعد التعديل الذي حدث لقانون الجهاز وتحويله لجهاز لجمع المعلومات, إلا أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح واعتبرته أقل مما يجب أن يتلقوه. وقعت الأحداث بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري وسوبا ومقر هيئة العمليات شرق مطار الخرطوم الدولي, كما حدثت حركة احتجاج محدودة بمدينة لوبين. وقد قامت القوات المسلحة والقوات النظامية بالتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء. لم تحدث أي إصابات بين المواطنين والقوات النظامية حتى الآن, وتواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية. وفي كل الأحوال فإن القوات المسلحة والقوات النظامية تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد وتأمين المواطنين والمنشآت. وفي هذه الأثناء نرجو من المواطنين الابتعاد عن هذه المواقع المحددة وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف, وسنواليكم بأي تطورات أخرى إن شاء الله. مرة أخرى مشاهدينا الكرام, سعادة الفريق, يعني دعني أقرأ عليك وعلى المشاهدين بيان من لجنة أطباء السودان المركزية. تقرير ميداني, هذا البيان صدر الآن. هلع المواطنون الأبرياء ظهر اليوم بأصوات الذخيرة في عدة مواقع في العاصمة, واتضح أن هناك تمرد لهيئة عمليات جهاز الأمن المحلولة وفقا للوثيقة الدستورية. هذا التمرد أدى لاستخدام الرصاص الحي. جراء ذلك قام أفراد من أفراد الأمن بإغلاق الشوارع وضرب الرصاص بصورة عشوائية, مما تسبب في الأذى النفسي وتصدير القلق للمواطنين. وقد سجلت حالة إصابة للمواطن شاب بين قوسين, شاب 15 سنة, طلق ناري بالفك برصاص قوات هيئة العمليات المحلولة. شعبنا الأبي, إن الأزمات التي تعرقل مسيرة الانتقال تتطلب أن نتيقظ جيدا من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة لعودة الحكم العسكري, ونطالب بضرورة تفكيك مؤسسة جهاز الأمن وتحويلها لجهاز لجمع المعلومات وتحليلها فقط وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية, كما نطالب المواطنين الشرفاء بالابتعاد عن مناطق الاشتباك. ما رأيك في هذا البيان؟ الشيء الجزء الأخير هو تم, يعني هذه المسألة في إطار الهيكلة بالفعل تم حل هيئة العمليات في إطار هيكلة الجهاز. ولكن في إذا كان هذه المعلومات صحيحة, يعني نتمنى أن أول شيء المواطنين يبتعدوا عن هذه المناطق, لأنه عملية إطلاق الرصاص في الهواء بطبيعة الحال ممكن أن ينعكس أو يتجه مسار الطلقة إلى جهات خارجية, وخاصة أنه
منطقة العمليات دي هوية العمليات منطقة واسعة جدا جغرافيا، وبالتالي يعني مثل هذه المسائل هي يعني خطيرة على المواطن. غير مسألة إطلاق الرصاص، هذه تسبب أيضا هلع يعني للمواطن وعدم استقرار وشل حركة المواطنين وشل حركة المواصلات، وبالتالي انعكاس سلبي غير مطلوب ومرفوض. ونأمل إن شاء الله أن نتجاوز هذه المعضلة بصورة سريعة في إطار الجهود التي تجري، والقوات المسلحة والقوات النظامية تعي ذلك، وبيان وزارة الثقافة والإعلام هو بيان متماسك في هذا الإطار، وأشار لأنه لا بد أن المواطنون يعني يبتعدوا عن هذه المناطق، وكذلك يعني يعوا بصورة واضحة جدا مؤثرات هذه المسألة سلبيا على حركة المواطنين، وإنه يبتعدوا عن هذا الموضوع. إن شاء الله نسأل السلامة لكل الشعب السوداني. طيب، نذكر أيضا تنويه ننوه المواطنين أيضا ونذكر بما قالته القوات الأمنية وبما قاله أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة بضرورة الابتعاد عن هذه المقرات، ونحن نسمع بين الفينة والأخرى. نريد أن نبعث برسائل تطمين بالطبع، لكن الواجب الصحفي والإعلامي يحتم علينا أن نقول كل الأخبار التي تصل إلينا حتى الآن. ما يصل من أخبار يدعونا لأن ننوه المواطنين للابتعاد عن هذه المقرات في هذه الفترة تحديدا، حتى يصدر رسميا بيانات تصدر رسميا بيانات تطمئن المواطنين من خلال وسائل الإعلام الرسمية، ونحن نستمر معكم على كل في هذه التغطية. سعادة الفريق، نعلم أنك يعني جلست معنا كثيرا في هذه الظروف، ولديكم اليوم أيضا مشغوليات كثيرة، لكن ما يجري الآن على الصعيد الأمني هو يفتح الباب واسعا لضرورة إعادة النظر في الأوضاع، في أوضاع العسكريين وفي الاهتمام بأوضاع العسكريين وفي توحيد الجهود للعسكريين وتوحيد الأهداف، حتى تكون هذه الأهداف هي لحماية الوطن بحدوده وليست نظام. وأنت تعلم أن هيئة العمليات أنشئت في عهد من العهود كان كل شيء يجب أن يصب في خدمة النظام الحاكم. نعم، يعني هيئة العمليات كما ذكرت يعني في بداية الحوار بأنه كونت هذه الهيئة وتطورت لمسببات كثيرة جدا، والآن يعني في ظل اتجاه البلاد نحو السلام ونحو التفاوض مع حركات المسلحة ليس هناك يعني من داعم في هذا التوسع الكبير فيه، وبالتالي صدر قرار في حل هذه الهيئة بآلياتها المختلفة، وبالتالي بطبيعة الحال كل الأسلحة التي كانت ستعود إلى القوات المسلحة اللي هي الجسم الحقيقي الذي يقوم، وقوات النظامية اللي هي قوات المخابرات العامة أو جهاز المخابرات العامة والشرطة والدعم السريع كلها تعمل في توائم تام، وهذه نحتاج فيها لهذا الاستمرار. نعم، إذا نظرنا بطبيعة هذه القوات يعني في السابق ونظرنا إلى الوضع المعيشي من خلال المرتبات، يعني إذا نظرنا مثلا لقوات المسلحة نجد في الفترات السابقة لم يكن هناك يعني اتجاه وحماس من المواطنين في العمل بانخراط القوات المسلحة، خاصة في المسائل الرتبة الأخرى نظرا لقلة الرواتب وما إلى ذلك. يمكن هذه المسألة أدت إلى تحجيم عدد القوات المسلحة التي ظلت تعمل بدور كبير جدا منذ الاستقلال، سواء كان في استسباب الأمن في الداخل وفي الخارج حتى في مشاركاتهم الخارجية، وبالتالي كانت هذه المسألة يعني موجودة لدى كل القوات النظامية في عملية ضعف الرواتب وما إلى ذلك. الآن مسألة يعني ضعف الاستحقاقات نتيجة لأنه الرواتب بالأصل ضعيفة، لأنه الرواتب هذه هي التي تشكل المعول أو الجملة الحقيقية لما يحصله الضابط الصف بعد أن تنتهي فترته يعني في العمل، وبالتالي هذه نتيجة لأنه هذه الرواتب أصلا كانت ضعيفة، وبالتالي في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة وفي ظل تدهور قيمة الجنيه السوداني هذه المبالغ زهيدة جدا، وهي لا تفي يعني بمتطلبات الحياة، لأنه طبعا بعد أن ينتهي الشخص من عمله يود توظيف ما نتج عن
يعني فوائد ما بعد الخدمة في استثمار مستقبلي، وبالتالي هذه المبالغ ضعيفة جدا ولا تفي بأي مشروع ممكن أن يقوم به. بالتالي كان لذلك هذه المسألة، ولكن كما ظللنا نؤكد هذه مرفوضة وهي لا تتوافق مع كل الأمور المسلكية والانضباط العسكري، وبالتالي يعني تحتاج إلى معالجات. أيضا ننوه سعادة الفريق عن وجود أن عدد المواطنين، عدد من المواطنين الآن يؤكدون من مدينة بحري تحديدا يؤكدون استمرار أصوات الرصاص، أصوات الرصاص الكثيفة جدا الآن في منطقتي بحري وبالقرب من سجن كوبر بمدينة بحري وفي حي المزاد. عدد من المواطنين الآن يقومون بالنشر على حساباتهم الشخصية، بعضهم قام بنشر فيديوهات موجودة الآن على المنصات الاجتماعية. نتمنى الزملاء مثل هذه أكسها. أول حاجة، ليس هناك أي وجود في منطقة المزاد لمنطقة العمليات، وليس في جوار سجن كوبر كل قوات لا بالقرب من كوبر هنالك مقرات ما يسمى بموقف شندين، مقرات لجهاز أمن، ليست هيئة عمليات لكن إدارات مختلفة. ليس هناك وجود لقوات العمليات في تلك هذه مكان. لن تتسع، لا تعتقد أن اتساع بؤرة هذه الاحتجاجات يمكن أن تتسع يعني بمبدأ أنت عسكري يعني الدفع للدفع الرحمة؟ نحن نتمنى أن يحدث هذا. قوات العمليات الخاصة موجودة في مناطق محددة وغير مختلطة مع قوات الأخرى. في مكاتب الموجودة في موقف شندي سابقا هي مكاتب لجهاز الأمن وليس هناك تواجد لقوات العمليات، لكن قوات العمليات موجودة في منطقة كافوري ومنطقة سوبا، وهناك منطقة ثالثة مركزية هي منطقة الرياض المتاخمة لمنتزه الرياض، هذه هي المنطقة الرئيسية. هذه في الخرطوم، قرأتها في الخرطوم. في الخارج الولايات في نقطة الأبيض هي نقطة مركزية فيها تواجد أكثر من المناطق الأخرى، هناك تواجد في مناطق البترول في عمليات تأمين البترول وحقول النفط. طيب، هل تعتقد سعادة الفريق أنه سيتم التعامل الحاسم مع القوات، قوات هيئة العمليات التي تمردت في حال تعثر المفاوضات التي تجري، التي سمعنا أنها تجري الآن؟ والله هناك طبعا طرق عسكرية تمهيدية قد تكون. نريد أن نسمع هذا الحديث من بين هذه الطرق، ما هذه؟ ليس هناك عملية مواجهة طبعا في مثل هذه المسائل، هي إذا كانت نقطة كبيرة واسعة هناك إجراءات تقوم بها، عملية عزل أجسام من هذه القوات، خاصة إذا كان هناك مثلا جهات ليس لديها أسلحة أو ذخيرتها انتهت، يعني هناك تكتيكات عسكرية يتم استخدامها، عملية عزل أجزاء من هذه المسألة. ما هو التكتيك المناسب في مثل هذه الحالة في حال لا سمح الله تعثرت المفاوضات؟ التكتيك المناسب هو عملية يعني السيطرة عليهم بعملية إقناعهم بهذه السبل التي تجري الآن عبر وسائل كثيرة جدا، عبر اتصالات، وخاصة يعني استفادة من العقلاء من بين أوساطهم. طبعا هناك في مثل هذه الحالات من يقودون هذه المجموعات، طبعا هم من انخرطوا وانفلتوا، وبالتالي هناك مجموعات تقود هؤلاء طبعا كلهم يعني في إطار هذه المسألة، وبالتالي كيف تسيطر على من يقود هؤلاء وتبدأ من الأقل حدة فيهم بإمكانية عزلهم، وبالتالي يعني عملية الاقتحام العسكري هذه تأتي في آخر نتيجة، في آخر آخر خيارات، آخر خيار. يعني ممكن تستخدم فيها الوسائل مكافحة الشغب في فترة ما، يعني مسائل أخرى متعلقة بقطع الخدمات، قطع المياه، قطع الكهرباء، لكن طيب ما يحدث الآن هذا هل يسمى، ممكن أن تسميته، أنت خبير عسكري يعني، هل يمكن تسميته أنه عزل لهذه المنطقة، خلق ما يسمى بكردون مثلا على هذه المنطقة حتى لا تتسلل بعض هذه القوات وتتحول، يعني إذا تسللت، البعض يقول، سمعنا بعض الخبراء العسكريين يقولون أن إذا تسللت عدد من المركبات ستتحول هذه من مواجهة ذات طابع خاص كما يحدث الآن إلى حرب شوارع. نعم، أول شيء نقطة سيطرة هؤلاء القوات الدعم السريع والقوات المسلحة التي أحاطت بكل جنبات المعسكر، هذه نقطة للتحوط لما يمكن أن يحدث. المسألة الأخرى
يعني الداخل إذا سمعوا مثلا أن هناك قوات كثيفة جدا بتسليح ثقيل أتت هنا يمكن تضعف عملية يعني مقاومتهم لهذه المسألة ويستكينوا للتفاوض أكثر بدلا، لأنه يعني لا قدر الله تكون هناك نهاية المطاف هو عملية الاقتحام، وهذه أنا أستبعدها في هذه المسألة. لذلك أنا أتوقع تستمر عملية التفاوض، تستمر عملية التكتيكات التي تؤدي إلى تخفيف حدة إطلاق الرصاص، وبالتالي يعني مزيد من التطمينات بأنه يعني تتم معالجة حقوقهم وعملية رفع القيمة وما إلى ذلك، وهذه كلها تحتاج إلى إجراءات. وأعتقد القوات المعنية التي تقود هذه المسألة واعية فيها بصورة كبيرة، وستسير إلى نهايتها إن شاء الله بصورة كبيرة. أنا طيب أتوقع ذلك. نتابع معكم هذه الأخبار العاجلة التي أيضا موجودة عبر منصات عدد من الصحف الإلكترونية وأيضا المواقع الإخبارية. صحيفة الأحداث نيوز التي نشرت عدد من العواجل قالت أن حميتي طالب بالقبض على صلاح عبدالله غوش عبر شرطة الدولية الانتربول، وأيضا قال أنهم سيحسمون مسيرات الزحف الأخضر في إشارة جديدة لهذا الأمر. حميتي أيضا قال مسيرات الزحف الأخضر جزء من مخطط كبير خلفه قيادات في جهاز الأمن بالمعاش وفي الخدمة. وحميتي قال أن مدير المخابرات دنبلاب مقصر في حسم تفلتات أفراده رغم تحذيرنا له بالأمس، هذا ما جاء على لسان حميتي في صحيفة الأحداث نيوز، المصدر صحيفة الأحداث نيوز. نتابع فيديو لأحد الإصابات، استمعنا أيضا عدم وجود إصابات من عدد من الشخصيات، آخرهم كان ربما الرشيد سعيد يعقوب وكيل وزارة الإعلام. استمعنا أيضا للأستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام، ربما حتى ذلك الوقت لم يكن هنالك إصابات وربما كانت، لكن هذا الفيديو موجود على بعض المنصات الاجتماعية يظهر حالة لإصابة لم نتمكن التأكد منها. ريثما يمكننا التأكد سوف نعلن هذا التأكد، ولكن نشير أن لجنة أطباء السودان قد أصدرت بيان عن إصابة شاب في الخامسة عشر من العمر بطلق ناري في فكه الأسفل. طيب نتابع هذا الفيديو ثم نعود. الفيديو القصير جدا يظهر حالة إصابة لم نتمكن من التأكد من هذا الفيديو، لكن نشير مرة أخرى أن هنالك بيان رسمي صدر من لجنة أطباء السودان أشار هذا البيان الرسمي إلى وجود حالة إصابة لشاب في عمر 15 عاما بإصابة في فكه الأسفل. طيب تصريحات حميتي هذه كيف يمكن أن نضعها؟ أين يمكن أن توضع؟ انتقد صلاح غوش، انتقد مسيرات الزحف الأخضر، وصف أن مسيرات الزحف الأخضر هذه، ونشير أنه كان هنالك مسيرة الزحف الأخضر في مدني قبل أيام، انتقد هذه المسيرات وقال أن هذه المسيرات هي من تخطيط وجوه سابقة في النظام، وطالب بالقبض على صلاح عبدالله غوش عبر شرطة الانتربول. إلى ماذا يشير؟ والله أن احنا لم نسمع يعني حديث هذا على ذمة صحيفة الأحداث. لكن يعني زي سيد الفريق أول هو معطياته في إطلاق مثل هذه التصريحات، وهو يعني نائب رئيس المجلس السيادي، وبالتالي يقول هذه المسألة إذا صدقت حديثه من معطيات يملكها هنا في إطار ترتيب الأوضاع واستقرار الأمن في البلاد بمثل هذه الخلفيات. وأعتقد أنه هناك حديث عن أنه لديه مؤتمر صحفي، ولا لم نسمع بهذا المؤتمر الصحفي يعني. طيب أخيرا سعادة الفريق، استراتيجيا إلى أين ستسير الأمور؟ أنا أعتقد أنه ستتوصل الجهات التي تقوم بمتابعة هذه الأحداث إلى نهاياتها إن شاء الله، وإن يعني كان تأخر كثيرا، ولكن كما ذكرت لا بد من وقفة بعد نهاية هذه الأحداث. نتائج هذه الأحداث تعطينا فرصة حقيقية لمزيد من اتجاهات إجراءات انضباطية عسكرية تجاه هؤلاء، لأنه خلقوا وضع متأزم أمنيا في البلاد
لفترة طويلة امتدت أكثر من 10 ساعات، وهذه لا بد من أن تواجه. المسألة الأخرى يعني متعلقة بالأوضاع العسكريين، يعني معالجة الحكومة للأوضاع العسكريين في سواء كانت في الشرطة أو القوات المسلحة أو الجهاز الأمن أو ما إلى ذلك أو الدعم السريع في مسألة المعيشة، وهذه متعلقة أيضا بمعيشة المواطن. الآن هناك جهود تبذل في رفع مستوى المعيشة في مسألة الحد الأدنى للأجور، وكل هذه تأتي منطلقات استفادة البلاد من موارد الحقيقية لكي يستعيد المواطن حقه من موارده الحقيقية التي تتعرض للتهريب ولتعرض للفساد ولتعرض لمزيد من التلف وما إلى ذلك. الفرصة الآن مواتية لعملية الاستفادة من هذا الحراك الذي حدث والنظرة الموضوعية له بصورته المختلفة القانونية والصورة المسلكية، وبالتالي انعكاس ذلك على تماسك البلاد سواء كانت مؤسسات الدولة المختلفة في الفترة الانتقالية، وأن نتجه نحو الإيجابيات بعيدا عن السلبيات، بعيدا عن التناحر، بعيدا عن التصعيد أو التفلتات واتهامات البعض للبعض، وبالتالي نعيد بناء وطن جديد يعني يحمل كل المواطنين، وخاصة أنه مهددات الفترة الانتقالية ليست بالسهلة، وبالتالي نستفيد من كل هذه الإيجابيات في هذا التماسك الاجتماعي الكبير، ونؤكد بأن المواطنين برضو في اللحظات التالية يبتعدوا عن هذه المناطق الآن لمزيد من حفظ أرواحهم، ونسأل الله الشفاء يعني للفتى الذي أصيب بالطلق الناري الذي أصيب به إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر سعادة الفريق حنفي عبد الله الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل هذه الإفادات، ونعتذر منك نسبة لمكوثك معنا لوقت طويل لتحليل مجريات الأحداث، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. نشكر كل الضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة أيضا عبر الهاتف، كل الضيوف الذين تواصلوا معنا وهم كثر بالطبع، نشكرهم جميعا على إفاداتهم المختلفة، ونشكر فريق سودانيا 24 الذي هو موجود الآن وهو واجبه الآن أن يكون موجودا ويعكس لكم مجريات الأمور، وننوه أيضا السادة المشاهدين أن تغطية سودانيا 24 ستكون متواصلة معكم عبر تغطية خاصة، ونحن في دائرة الحدث سنكون أيضا على أهبة الاستعداد ريثما وجود أي طارئ، نتمنى أن يكون طارئ خير لا طارئ شر، ونتمنى أن تنعكس هذه الأوضاع على البلاد بالخير، وأن يزال هذا الاحتقان، وأن تمضي الأمور لنصاب جيد، وتمضي الأمور إلى الأمام أكثر فأكثر، وحفظ الله البلاد والعباد، ونتمنى السلامة للجرحى، وأيضا ننوه مرة أخرى ونطلب ونحث ونرجو من المواطنين الابتعاد الكامل عن المقار العسكرية التي يسمع من خلالها أصوات طلقات الرصاص، وحتى المقار القريبة جدا بحكم العمل أو بحكم السكن، يرجى من المواطنين أخذ الحيطة والحذر. هذه تحياتي وتحيات كل فريق حلقة اليوم، هذه الحلقة الخاصة من دائرة الحدث، وفي أمان الله، شكرا.